السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. كيف الحال؟ اليوم حنشرح واحدة من المحاضرات الطويلة صراحة شوي، الناس بتستصعبوها، بس إن شاء الله حنطلع من هون فاهمينها كويس وحافظينها كويس إن شاء الله. أوكي، طيب اليوم حنحكي عن الريسبيراتوري سيستم، الجزء الأول منه نبدأ فيه. طبعا بالبداية راح نحكي تفاصيل سهلة، يعني ما فيهاش شيء. أوكي، طيب بسم الله. respiratory system there are two types of respiration. هسه يا جماعة لما نحكي عن respiration أو تنفس مباشرة بخطر على بالنا مصطلحين. أوكي، بخطر على بالنا مصطلح التنفس الخلوي وبخطر على بالنا مصطلح التنفس العادي اللي بنعرفه. أوكي، طيب التنفس العادي اللي بنعرفه اللي هو عملية إنه أخذ الهواء من الأتموسفير من البيئة الخارجية أدخله على الرئة، وبعدين الرئة تعطي الأكسجين للدم وتأخذ منها ثاني أكسيد الكربون، وبعدين الدم هذا يأخذ الأكسجين للخلايا يعطي الاكسجين للخلايا وياخذ ثاني اكسيد الكربون من الخلايا. هذا ايش بنعرفه من صف رابع ابتدائي. اوكي تمام. طيب هذا كله بنسميه الاكسترنال ريسبيريشن، اللي هي عمليه التنفس الخارجي اللي هي اني ادخل الاكسجين واستخدمه للخلايا. الانترنال ريسبيريشن او ما يسمى بالتنفس الخلوي او التنفس الداخلي، اللي هي عباره عن انه الخليه تاخذ الاكسجين والجلوكوز اللي حكينا عنها 355 مره. اوكي، تاخذ الاكسجين والجلوكوز وتعمل عمليات الايض الميتابوليزم وتصنع منهم طاقه. اوكي، فبالتالي الاكسترنال ريسبيريشن اللي هي تنفس، الانترنال ريسبيريشن هي الميتابوليزم، هي عمليات الايض. فبالتالي الاكسترنال ريسبيريشن عمليه التنفس اكثر من خطوه. اول شيء اني ادخل الهواء من البيئه الخارجيه من الاتموسفير. اوكي، فبالتالي الفنتيليشن اور غاز اكسشينج، عمليه التنفس. اوكي، او تبادل الغازات بين الاتموسفير بين البيئة الخارجية وبين الرئة. اوكي، شو الوحدة الوظيفية المسؤولة عن التنفس بالرئة؟ نسميها الالفيولاي ان ذا لانجز. اوكي، طيب اكسشينج اوف او2 اند سي او2، بعدين دخلنا الهواء على الرئة. ليش بدخل الهواء على الرئة؟ عشان اعطي الاكسجين للدم، فبالتالي في دم حوالين الرئة، في أوعية دموية تاخذ الاكسجين من الرئة وبتعطي ثاني اكسيد الكربون للرئة. اوكي، طيب فبالتالي العملية الثانية ان هي اتبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بين الالفيولاي وبين الدم، بين الرئه وبين الدم. اوكي، بعدين ترانسبورت اوف او2 اند سي او2 بين ذا لانجز اند ذا تيشوز، بعدين الاو2 حملوا الدم صح، ليش؟ عشان يروح للخلايا والخلايا تستهلكه في عمليه الانترنال ريسبيريشن، والسي او2 كفضلات نتخلص منه. ليش؟ لانه بيعمل حموضه الدم، هذا كمان شوي راح نحكي عنه. اوكي، طيب بينما الانترنال ريسبيريشن اللي هي عمليه الميتابوليزم، الميتابوليزم اللي هي عمليات الايض اللي بتصير داخل الخلايا، بدنا نروح ندرس شوية اناتومي للريسبيراتوري سيستم. طبعا لما احكي اناتومي، شوفوا يا جماعة احنا اناتومي بنقسم الجهاز التنفسي upper respiratory tract و lower respiratory tract، بيفصلهم تفاحة ادم، هاي اللارينكس. اوكي، اللي هون تمام. طيب بينما كفسيولوجي راح نقسم تقسيم ثاني مختلف تماما. اوكي، طيب فبالتالي بدنا نروح بالاول على الاناتومي ونروح نشوف اجزاء الجهاز التنفسي. نبدأ طبعا عندنا فوق بالأول نوز، أوكي، وعندنا وراء الفارينكس الحلق، تمام. هذا طلع سشوار، لا نوز ولا حلق. أوكي حلو، طيب رسمنا سشوار بالغلط يا جماعة. أوكي طيب، هذا الـ اول شيء عندنا النوز، بعدين عندنا النيزو فارينكس الحلق، مش مهم طبعا هذا بالفسيولوجي. بعدين بنضل ننزل لحتى نلتقي بين التراكيا اللي هي مدخل الجهاز التنفسي، وبين البلعوم اللي هو مدخل الجهاز الهضمي. اوكي طيب، بعدين في عندنا اللارينكس، اللارينكس اللي هو تفاحة آدم، هاي حكيت لكم عنها، اللي بداية مدخل الجهاز التنفسي. أوكي تمام، طيب هذا اللارينكس بيجي تحته التراكيا، القصبة الهوائية اللي هاي نقدر نحسها كلنا هون، بعرف إذا شايفين ولا لا. أوكي، هاي التراكيا اللي بنقدر نشوفها كلنا. التراكيا بتظل نازلة حتى نلتقي هون، نشرح شوية أناتومي. المنطقة اللي بتنقسم فيها التراكيا اللي بتنتهي فيها اللي تقريبا هون على الاسترنال انجل. أوكي طبعا هذا مش مهم هسه نحكي عنه كفسيولوجي، مفيش داعي تقعد تحفظ، اسمها الكراينا. أوكي، الكراينا اللي هي منطقة البايفركيشن، المنطقة انه التراكيا تصير ثنتين، تروح واحدة يمين وواحدة يسار. اوكي، لما التراكيا هاي تنقسم تصير يمين ويسار، بصير اسمها برونكاي، بتبطل اسمها تراكيا. اوكي، بصير في عندي رايت مين برونكاس وليفت مين برونكاس، الرايت اللي داخلة على الرئة اليمين والليفت اللي داخلة على الرئة اليسار. طبعا
شكلهم مش هيك، هاي رسمة توضيحية. اليمين أكثر إيش؟ أكثر نازل لتحت أكثر، واليسار أكثر هيك، تمام؟ ليش؟ لما نحط أنبوب تنفس لمريض دائما بنخاف إنه ينزل، انسوا خلص هذا الحكي، هذا بالكورونا نخاف الأنبوب ما يضل بالنص بينهم، هون بليصير هيك ينزل يمين أكثر، انسوا حكي فاضي. طيب مش مهم هسه، المهم صار في عندي تريكيا رايت وليفت مين برونكاس، بعدين كل برونكاس ده تتفرع، بصير في عندي برايمري برونكيول، برونكيول اصغر يعني اوكي، بصير في عندي ثنتين، بعدين كل واحد برايمري برونكيول بتفرع لا سكندري برونكيولز، تفرعنا كمان، بعدين كل سكندري برونكيول بتفرع لتيرتري برونكيول اوكي تمام، لحتى نوصل اشي اسمه تيرمينال برونكيول. هذول الصغار شايفينهم، شايفين هذا الاشي الصغير اليوم، هذا اسمه تيرمينال برونكيول اوكي، وظلكم متذكرينه عشان كمان شوي راح نحكي عنه، راح يعني هذا التيرمينال برونكيول بهمنا اوكي. بعد التيرمينال برونكيول بصير في برونكيول اصغر هيو هذا اللي هون، بصير اسمه ريسبيراتوري برونكيول. اوكي شو اسمه؟ اسمه ريسبيراتوري برونكيول اوكي. بعد الريسبيراتوري برونكيول في شيء ما بنقدر نشوفه، بصير في عندي الالفيولاي اللي هي الكرات الصغيره اللي بنتنفس من خلالها، اللي في عندي منها العديد من الملايين اوكي تمام. طيب في كل رئه، فبالتالي اصغر وحده بعدين راح تكون هي الالفيولاي. فبالتالي انا عندي تريكيا، برايمري برونكيول، سكندري برونكيول، تيرتري برونكيول او تيرتري برونكاي، بعدين البرونكيول اللي مقسمه، في عندي تيرمينال برونكيول، وبعديها في عندي ريسبيراتوري برونكيول، شايفين تيرمينال برونكيول، بعده في ريسبيراتوري برونكيول، وبعده في الالفيولاي. طب ليش قاعد هذول بشرحهم بالتفصيل؟ لانه راح نحكي عنهم لقدام كثير مهمات، هذول اخر اجزاء حكيناهم اوكي. هاي كاناتومي سريعا اوكي. فعندي انا التريكيا، بعدين عندي تو برونكاي اللي هم ليفت ورايت مين برونكاس، بعدين برايمري برونكيول، سكندري برونكيول، تيرشري، يعني كل ما يتفرعوا ويصغروا بصيروا بسميهم برايمري سكندري وتيرشري، بعدين الالفيولاي اللي هم زي عقد العنب اوكي. كيف قطف العنب لما نقطفه يكون في حبات عنب مع بعض، هيك بالضبط راح يكونوا الكرات اللي داخل الرئه اللي بنتنفس من خلالهم اللي اسمهم الالفيولاي اوكي. طيب الالفيولاس اللي هو المفرد منها، الحبه الواحده هي الوحده الوظيفيه الاساسيه للجهاز التنفسي، يعني تبادل الغازات بين الاوعيه الدمويه والرئه بصير عبر هاي الكره الصغيره اللي اسمها الالفيولاس، where the exchange of gases with the blood happen، المنطقه اللي بصير فيها تبادل الغازات مع الدم اوكي. gas exchange is simple diffusion، وهذا الاشي من الفيرست او من الميد حكينا عنه. gas exchange is simple diffusion depend on the pressure difference. شوف ركزوا معي يا جماعة، هاي كمان شوي رح نجيها بس بدي عشان نفهمها هسا. هاي الالفيولاي الكرة اوكي، هاي شايفين الكرات كيف، هذا هو الستركتشر اللي مسؤول، هاي الريسبيراتور برونكيول اخر اشي تمام، وهون التيرمينال برونكيول عنا تمام. المنطقة اللي بتتبادل الغازات مع الأوعية الدموية هي اللي زي قطف العنب حكينا عنها، اللي هي الألفيولاي أوكي. كيف الأكسجين بده يروح من هاي الألفيولاي للأوعية الدموية، هذا وعاء دموي وهاي الألفيولاي، كيف الأكسجين بده يجي من هون لهون؟ ببساطة احنا بنعرف لما كنا نحكي عن الأملاح انه الأملاح بتتحرك من تركيزها العالي لتركيزها المنخفض، الغازات ما إلها تركيز، إلها ضغط أوكي، فبالتالي الغازات تتحرك من ضغطها العالي لضغطها المنخفض، فبالتالي في شيء اسمه partial pressure اللي هو الضغط الجزئي. فضغط الاكسجين او ضغط او الغازات تحرك من ضغطها العالي لضغطها المنخفض، بالالفيولاي لما يكون الاكسجين عالي راح يروح باتجاه البلد فيزل اوكي، وثاني اكسيد الكربون يكون عالي بالدم فبيروح باتجاه الالفيولاي، لانه احنا الاكسجين نعطيه للدم وثاني اكسيد الكربون ناخذه من الدم، هسه راح نحكي عنه بالتفصيل اوكي. طيب this exchange effectiveness depend on many factors. طيب عمليه التبادل هاي يا جماعه يعني ايش الاشي اللي بيخليني اتبادل الاكسجين براحتي بدون اي مشاكل والامور بتكون كويسه؟ اكثر شيء اول شيء لارج سيرفيس اريا، في عندنا يا جماعه في كل رئه 300 مليون الفيولاي، تخيلوا قديش. طيب هل منطقي الرقم؟ لا. ليش؟ لانه لو عندي لو الالفيولاي بحجم راس الدبوس تمام وعندي 300 مليون منها فراح تطلع اكبر بكثير من حجم الرئه، ولكن الفكره سبحان الله ربنا اعطانا خاصيه انه جمع هذول الالفيولاي مع بعض، شايفين هاي فكره القطف هذا انه كيف معمولين زي قطف عنب اوكي، فالالفيولاي مفتوحين على بعض اوكي، فعندي عدد هائل من الالفيولاي بيكونوا في منطقه صغيره، كيف كلهم مفتوحين على بعض اوكي، كلهم زي قطف العنب. لو كل وحده يوم في تيرمينال برونكيول ونهايته في بس كره واحده ما راح يكون في عندنا هذا العدد الهائل من الالفيولاي، فهذا بيعطيني مساحه سطح تبادل للاكسجين وثاني اكسيد الكربون عالي جدا اوكي. هاي رقم واحد.
رقم اثنين small distance or space، المسافة يا جماعة هون بين الألفيولاي وبين الوعاء الدموي قليلة جدا، فهي بتسهل عملية مرور الأكسجين. أوكي، عشان هيك الناس اللي عندهم تليف رئة لأي سبب، سواء اللي صرنا نشوفه هسه بعد كورونا بصير في تليف رئة، واحد انصاب وتحسن، طبعا إصابته كانت شديدة صار عنده التهابات شديدة، بضل في عنده تليف بالرئة، بضل محتاج أكسجين لفترة حتى بعد ما تروح الكورونا. ليش؟ لأنه هاي المنطقة اللي بين الألفيولاي وبين الأوعية الدموية صار فيها تليف، هذا التليف صار يمنع الأكسجين يقدر يمر بين الأوعية الدموية والألفيولاي، فبالتالي يحتاج فترة حتى يرجع يقدر يعني يتكيف ويتحرك بشكل مناسب، أوكي، ويأخذ أكسجين بشكل مناسب. وفي أمراض كثير راح تحكوا عنها لقدام راح تكون كلها بنفس هاي الطريقة. pressure difference كمان فرق الضغط، كل ما أنت أخذت أكسجين الضغط أعلى، كل ما نقلت الأكسجين للدم بشكل أكبر، أوكي. هون لسانا احنا بنحكي هيك شوية معلومات عامة، يعني لسه ما دخلنا على الاشي اللي جد هيك بالمحاضرة دسم، فبالتالي خلوا مخكو هيك مبورد شوية، يعني ما تضغطوش حالكم كثير. طيب الالفيولاي ستراكتر، تركيب هاي الالفيولاي، هسا خلينا بدنا نروح على فكرة مهمة بالالفيولاي، هاي بدي اشرح لكم اياها. ايش هاي الجهة معت من وجهي؟ هاي الجهة ضاوية، بسيط. شوفوا يا جماعة، تخيلوا معي، اطلع على قزازك، قزاز غرفتك، تمام، وتخيل الدنيا قاعدة تشتي مي عليه، اوكي، وفي نقطتين مي قاعدين بينزلوا على القزاز، شو بصير فيهم؟ تذكر عمرك طلعت على مي وهي نازلة، نقطتين المي وهم نازلين بيظلهم يقربوا من بعض يقربوا من بعض يقربوا من بعض لحتى يتجمعوا مع بعض يعملوا نقطة مي أكبر، أوكي؟ يعني إذا في قطرتين مي نازلين مع بعض على سطح أملس على سطح قزاز، أوكي؟ شو راح يصير فيهم؟ راح يتجمعوا مع بعض، أوكي؟ طيب ليش بصير هذا الإشي؟ والسؤال الثاني، ليش قطرة المي لما نطلع عليها مش مسطحة مع السطح، بتكون إيش؟ اللي هي الشكل تبعها المحدب القطرة، لسبب مهم، انه المي لما تتعرض للهواء تعمل قوه، هاي القوه اسمها توتر سطح الماء، سيرفيس تنشن. هذا السيرفيس تنشن يا جماعه هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن قوه مثل المغناطيس، المي بتجذب المي لإلها، اوكي، فقطرات المي او المي بتجذب باقي قطرات المي باتجاهها، اوكي، لما تتعرض لسطح هواء. طيب ممتاز، ليش قاعد بحكي لكم عن هذا الشيء؟ ركزوا معي هون، داخل الالفيولاي، هاي الالفيولاي يا جماعه كره زي هيك، اوكي، اجيت قصيتها بالنص هيك وطلعت عليها، اوكي، تمام. فلما بطلع عليها انا بهاي الطريقه بطلع عليها بشكل 2D ستراكشر، بشوفها هيك، اوكي. طيب داخل الالفيولاي يا جماعه في عندي طبقه من الماء، ووتر، اوكي، طلعوا عليها هاي الطبقة الزرقاء اللي مغطي كل سطح الألفيولاي من الداخل، أوكي؟ تمام؟ طيب شو حكيت لكم؟ حكيت لكم إنه قطرات المية جماعة لما تتعرض للهواء، الألفيولاي مليان هواء، صح؟ شو بتحاول تعمل؟ بتحاول تجذب بعضها، أوكي؟ فبتحاول تضلها تتجمع 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 مع بعض لحتى إيش تعمل؟ لحتى تسكر الألفيولاي، تنكمش الألفيولاي، فبطل أقدر أتنفس. طيب وجود طبقة المية هاي العاد مش كويس، صح؟ ليش؟ لانه راح يعمل لي توتر سطح ماء اللي سميناه سيرفيس تنشن، اوكي. شو اسمه توتر سطح الماء؟ سيرفيس تنشن، اوكي. طيب فهذا السيرفيس تنشن يا جماعه بيؤدي لانكماش الالفيولاي، اوكي. طيب انكمشت الالفيولاي ما راح اقدر اتنفس، راح يموت البني ادم. عشان هيك ربنا أعطانا خاصية، مادة مهمة جدا، إذا ما كانت عند البني آدم لما ينولد راح يموت، أوكي، تمام. هاي المادة اسمها سيرفاكتنت، أوكي. فأجى ربنا أعطانا مادة بروتينية أو جلايكوبروتين، هاي المادة بتغطي سطح الماء، أوكي. شايفين طبقة المي هاي؟ بنغطيها بطبقة زي الشمع، أوكي، اسمها سيرفاكتنت. مش في سيرفيس تنشن، في مادة اسمها سير فاكتنت، اوكي. طيب ممتاز، هاي المادة يا جماعة السير فاكتنت
شو بتعمل؟ بتعزل المي عن الهواء. وانا حكيت لكم المي لما تتعرض للهواء بيصير في توتر سطح ماء. طيب عزلت المي عن الهواء بقل توتر سطح الماء، اوكي؟ فلما يقل توتر سطح الماء بيصير سهل علي لما اتنفس اخذ هواء، تمام، اعبي الالفيولاي، ولما بدي اطلع الهواء تنكمش الالفيولاي. طيب ليش توتر سطح الماء موجود اصلا؟ ليش بدي الالفيولاي تنكمش؟ ببساطه لانه انا بالشهيق بدي اعبي الالفيولاي. طب بالزفير بدي اطلع الهواء لبرا، كيف بدي اطلعه؟ عن طريق توتر سطح الماء. الرئه بتنكمش شوي شوي فبتطلع الهواء لبرا، بتدفعه لبرا، اوكي تمام. فالشهيق انا راح اعبي الرئه فبدي اوسع الالفيولاي، اوكي تمام. ولكن بالزفير بدي الالفيولاي تتضيق، كيف تتضيق؟ عن طريق توتر سطح الماء، اوكي مفهوم. طيب هل السيرفاكتنت بيوقف سيرفس تنشن بشكل كامل توتر سطح الماء؟ لا، السيرفاكتنت يقلل، اوكي يقلل حتى اقدر اتنفس، حتى اقدر بالانسبيريشن الشهيق افتح الالفيولاي وبالاكسبيريشن اسكر الالفيولاي، اوكي مفهوم هاي الفكره. هذا السيرفاكتنت تصنعه خلايا، تمام، هي اسمها الفيولر سيل تايب 2، تايب 2 الفيولر سيل او تايب 2 نيموسايت، اوكي خلايا الرئه النوع الثاني، نيموسايت او الفيولر سيل معناها خلايا الرئه النوع الثاني، بينما جدار الالفيولاي مكون من تايب 1 الفيولر سيل، اوكي تمام. طيب كونا حكينا عن الالفيولاي وحكينا نحكي عن الاستراكشر الموجود فيها، احنا عندنا الجدار تبعها من تايب 1 الفيولر سيل، السيرفاكتنت فيها مصنوع من تايب 2 الفيولر سيل، هاي بنسال عنها دائما بالامتحان. في عندي هون ايش؟ الفيولر ماكروفيج. شو الالفيولر ماكروفيج يا جماعه؟ ببساطه الالفيولر ماكروفيج، احنا الماكروفيج مر معنا انه خلايا مناعيه بالعه، صح؟ داخل الرئه في عندي خلايا مناعيه، حتحكوا عنها بالاميونيتي بالتفصيل الممل، اوكي تمام. طيب ففي عندي خلايا مناعيه داخل الالفيولاي بتبلع الاجسام الغريبه اللي بتدخل على الرئه، اوكي تمام. فهي خليه مناعيه الالفيولر ماكروفيج، وحوالين الالفيولاي منطقيا في اوعيه دمويه، شو وظيفتها؟ تتبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون مع الالفيولاي، اوكي مع الرئه. طيب طلعوا قديش الوعاء الدموي صغير، كيف دي صور لنا اياه انه صغير كثير؟ حبه خليه الدم الحمراء الوحده، اوكي، نصف قطرها قد الوعاء الدموي، فطلعوا قديش صغير، اوكي. عشان هيك بالكورونا سهر كثير يصير فيه تجلطات، هذا يسكر، اوكي، ويبطل فيه تبادل، اوكي بطل نقدر نعمل تبادل، بصير ألم شديد وبنزل الأكسجين وبتعب المعطى، مفهوم؟ طيب ممتاز. يلا inside the alveoli we have a water layer، حكينا داخل الالفيولاي في عندي طبقه من الماء، اوكي، واحنا بنعرف انه المي لما تتعرض للهواء تعمل لي شيء اسمه surface tension، توتر سطح الماء، which is an interaction between water molecules، هو تفاعل بين خلايا المي بيؤدي الى alveolar collapse. يعني alveolar collapse انكماش الالفيولاي. طيب داخل الالفيولاي في عندي نوعين من الخلايا، تايب 1 الفيولار سيل بتعمل لي جدار، اوكي، flattened type 1 الفيولار سيل سنجل لاير، يعني طبقة واحدة. ليش طبقة واحدة؟ حتى نسهل مرور الغازات، لو في أكثر من طبقة الأكسجين ما راح يقدر يمر. تايب 2 الفيولر سيل embedded within the alveolar wall، يعني داخل الجدار تبع الالفيولاي، وبتفرز لي السيرفاكتنت، اوكي؟ حكينا السيرفاكتنت عبارة عن ايش؟ ميكستشر اوف فوسفوليبيد، في دهون، في أيونات، في بروتينات، سميناه فوسفو بروتين أو جلايكوبروتين إلى آخره، اوكي؟ complex mixture of phospholipid protein ions. شو اللي صنعه خلايا النوع الثاني؟ شو وظيفته؟ يقلل surface tension، يقلل توتر سطح الماء. طب ليش بدي اقلل توتر سطح الماء؟ ليش بدي اقلله؟ حتى امنع انكماش الالفيولاي، حتى ازيد الكومبليانس. والكومبليانس هي يا جماعه ببساطه هذا كيس يا جماعه، اوكي، الكيس سهل امسكه، اوكي سهل امسكه وانفخه. ليش؟ لانه في كومبليانس كويس، اوكي، فقدرت انفخه، اوكي. بينما لو اجيب كيس بلاستيك قوي كثير ما راح اقدر انفخه. ليش؟ لانه ما في كومبليانس. فالشيء اللي خلى الكومبليانس اللي هي سهوله نفخ هذا الشيء، اوكي تمام. فعشان الالفيولاي تكون سهله انها تنفخ، سهله انها تعبي اكسجين، وبنفس الوقت سهل انها تفش تفضي الاكسجين تبعها، اوكي، هذا الشيء بنسميه الكومبليانس، اوكي. وريديوس ورك اوف بريثينج،
حتى اسهل عمليه التنفس. تخيلوا يا جماعه لو انه في عندي سيرفس تنشن عالي والالفيولاي مسكره وبدي افتحها زي بالون من هذول الغاليات ابو الربع دينار، تيجي بدك تنفخها اول مره بتشد كثير صح؟ ليش؟ لانه صعب تنفخ هذا البالون. اوكي ليش؟ لانه ما في كومبلينس، لانه في سيرفس تنشن، لانه صعب نفخه. اوكي هيك انا بحكي عن الالفيولاي. اذا ما فيها سيرفاكتنت، السيرفاكتنت بيخليها مثل البالون هذا الصغير اللي بتقدر تنفخه بكل سهوله. اوكي بس تنفخ نفخه صغيره ولا هو نافخ، فبالتالي حتى نقلل الجهد اللي نعمله بعمليه التنفس بدنا السيرفاكتنت. فالسيرفاكتنت مهم، اللي هو عباره عن مونو نيوكليير لاير، اوكي طبقه واحده بين المي، الطبقه السائل الاكيوس فلويد، وبين الهواء. اوكي حتى نمنع التعرض بين الهواء والمي. شو وظيفته؟ يقلل السيرفس تنشن، يمنع انكماش الرئه، يزيد الكومبلينس اللي هي يعني شو بدنا نحكيها، لسهوله انتفاخ الرئه. اوكي وريديوس الورك اوف بريثنج، نقلل الجهد في عمليه التنفس. هسه يا جماعه لو ما عندي سيرفاكتنت شو راح يصير؟ شوفوا في اطفال اللي بنولدوا خلال السكند تريمستر، احنا عمليه الحمل اللي تقريبا قديش 9 اشهر صح، بنقسمها لثلاث اجزاء. اول ثلاث اشهر نسميهم فيرست تريمستر، ثاني ثلاث اشهر نسميهم سكند تريمستر، وثالث ثلاث اشهر نسميهم ثيرد تريمستر. ليش قسموهم هيك؟ لانه الاحداث اللي بتصير فيهم يعني باول تريمستر كل الاعضاء تبلش تنتج، سكند تريمستر بلش يصير فيه نضوج للجسم بشكل عام، وبالثيرد تريمستر خلص بصير يكتمل. اوكي البيبي هسه السيرفاكتنت هذا يا جماعه بنصنع تقريبا بالاسبوع، احنا البيبي بنولد 39 اسبوع 38 40 اسبوع بيكون مكتمل، بالاسبوع 30 31 32 اوكي بلش ينصنع هذا السيرفاكتنت. طبعا هذا حكيك على جنب يعني. اوكي طيب بالسيفنث مانث بالشهر السابع وتقريبا 30 31 اسبوع في بيبيات بنضطر انه نخليهم ينولدوا بشكل ابكى، اوكي بسبب انه يكون في تسمم حمل عند الام اللي هو ضغط دم عالي، بسبب سكري شديد عند الام، بسبب تعطل بعض الاعضاء عند الام، باي سبب اوكي، بسبب انه اصلا صار في الام قاعده تولد بشكل مبكر. اوكي هذول الاطفال يا جماعه ممكن ينولدوا بدون السيرفاكتنت، واذا انولد بدون السيرفاكتنت ما حيقدر ياخذ اول نفس بالحياه، لانه احنا يا جماعه لما نروح نشتغل عمليه بنيجي بنخدر لهم اوكي عمليه ولاده او الولاده العاديه. اوكي اول ما يطلع البيبي كيف نعرف انه كويس؟ يعيط. ليش يعيط؟ يعني ليش ما ياخذ نفس عادي بدون ما يعيط؟ لانه اول نفس بالحياه اصعب نفس بالحياه. اوكي تمام، فبالتالي عشان يقدر ياخذ هذا النفس لازم يشد على حاله كثير، فبالتالي عشان يقدر يشد على حاله فبده يصيح. اوكي تمام، فاول نفس بالحياه بيكون عباره عن عياط. اوكي فانه يبكي البيبي هذا إشي ممتاز، اوكي هذا معناه انه البيبي كويس وممتاز وقاعد باخذ نفس كويس. اوكي بينما لو البيبي طلع كاتم مش قاعد ببكي ما اخذ نفس بصير لونه ازرق، هذا معناه انه عنده مشكله. اوكي مباشره بنطلب فريق الانعاش يجوا، فريق الاطفال تاعون الانعاش. اوكي تمام، هذول الاطفال يا جماعه بنولدوا بدون السيرفاكتنت، الرئه عنده حتى لو شد حاله على الاخر واخذ نفس قد ما يقدر ما حيقدر يفتحها. ليش؟ في عنده سيرفس تنشن عالي وما عنده سيرفاكتنت. اوكي تمام، فبالتالي الرئه تحته راح تكون من كم شيء. اوكي طيب فبالتالي ما راح يقدر يتنفس، نيد ا فنتليتر يعني راح يحتاج جهاز تنفس خارجي، هذا الشيء بنسميه ريسبيراتوري ديستريس سندروم. اوكي طيب هذا يا جماعه كمان اللي بصير عند مرضى الكوفيد، مرضى الكوفيد كمان السيرفاكتنت بقل عندهم، بصير في عندهم مشاكل نفس اللي بتصير عند هذا الطفل. اوكي بس نتيجه الفيروس، عشان هيك ال 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 الكوفيد بيعملنا شيء اسمه مشابه اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، بس هذا من الولاده هذاك شيء مكتسب. التدخين كمان يا جماعه بيؤدي لنقص السيرفاكتنت بالجسم. اوكي طيب الخليه الثالثه اللي حكينا عنها موجوده بالرئه اللي هي الالفيولار ماكروفاج، اللي خلايا مناعيه. اوكي شو وظيفتها؟ اميونيتي، بس هاي الكلمه المهمه. واوعيه دمويه، شو وظيفه الاوعيه الدمويه؟ وظيفه الاوعيه الدمويه يصير في اكسشينج اوف غاز، نتبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بين الالفيولاي والاوعيه الدمويه. اوكي طيب بس ثالث استراكشر. طيب يا جماعه نكمل. اوكي رحنا بريك صغير، نحكي هسه عن البلورا. اوكي والبلورا اشي مر معكم بالاناتومي، بس هون بالفسيولوجي يعني بهمنا اكثر بكثير من الاناتومي. اوكي طيب خلينا نفهم التالي،
شوفوا يا جماعة، هاي الرئة عندنا، أوكي تمام. حوالين الرئة في زي كيس مغلق، أوكي. هذا الكيس عبارة عن طبقتين، طبقة ملزقة بالرئة مباشرة اسمها visceral pleura، وطبقة بعيدة عنها ملزقة بالتشست تبعنا، يعني ملزقة بعضلات القفص الصدري تاعي، أوكي، من وراء ومن قدام، أوكي. فبالتالي الإشي اللي مسؤول عن إنه يحمل الرئة بمكانها، يحافظ على مكانها، هي هاي البلورا، أوكي، هي حامل الرئة، هي اللي شايليتها. البلورا ما في، يعني مش قاعدة على عظم ولا 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 في عضلات ماسكيتها ولا إشي، تمام، بس في هاي حواليها البلورا هي اللي حامليتها، اللي عبارة عن كونكتيف تيشو، أوكي تمام. طيب البلورا طبقتين، الطبقة الملزقة بالرئة مباشرة اسمها فيسيرال بلورا، أوكي تمام، والطبقة البعيدة اسمها بارايتال بلورا، و الفراغ هذا في سائل اسمه بلورال فلويد، اوكي. طيب شو وظيفة هاي البلورا؟ اول اشي يا جماعة تمنع الرئة تحتك بالاعضاء اللي حواليها، مثل البريكارديوم اللي حوالين الرئة، مثل البريتونيوم اللي حوالين الامعاء، بريكارديوم اللي حوالين القلب، تمام. هذول كلهم وظيفتهم اول اشي يعطوا لوبريكيشن، ترطيب، عشان ما يصير احتكاك بين الأعضاء الداخلية، والاحتكاك بيعمل لي مشاكل، أوكي، بيعمل التهاب، تمام. طيب وبيحمي الرئة، هاي الوظيفة الأولى والوظيفة الثانية لإلها، أوكي. طيب ولكن هاي البلورا مهمة بعملية التنفس، يعني مش بس هي ستراكتشر موجود حوالين الرئة وظيفتها إنها بس يعني بس تحميها وتعطيها لوبريكيشن، لا، هي كمان وظيفتها تساهم في عملية التنفس. هسه بس أعطونا 10 دقائق راح نوصلها وراح نفهم هي بإيش مهمة بعملية التنفس، أوكي؟ طيب fluid filled sac around each lung، هاي عبارة عن سائل موجود حوالين الرئة، الفيسيرال اللي هي ملزقة بالرئة مباشرة، البرايتال اللي هي الجزء الخارجي، رابط مع الميديستاينم، الميديستاينم الفراغ اللي بالقفص الصدري، الديافرام اللي هو عضلة الحجاب الحاجز من تحت من هاي المنطقة، أوكي؟ تمام، هاي من هون، هاي عضلة الحجاب الحاجز، و between two layers we have pleural space، حكينا في عندي فراغ بين الطبقتين، هذا الفراغ مملوء بالفلويد، بالسوائل، اوكي. pleural fluid شو وظيفتها؟ lubrication، ترطيب، عشان تمنع الاحتكاك، prevent lung collapse، تمنع انه الرئة تنكمش. كيف؟ هسا راح نحكي عنها، اوكي. طيب السوائل الموجودة داخل الرئة عبارة عن thin layer of mucoid fluid، عبارة عن سوائل transudate، تمام. transudate طبعا هون الدكتور حكي انه انترستيش، يعني سوائل، نفس سوائل، نفس سوائل الدم مع بروتين. هسا الترانزوديت بيكون فيه بروتين شوي، في عندنا مصطلحين احنا دائما نشوفهم، في ترانزوديت وفي اكزوديت، اوكي. طيب الترانزوديت فيه بروتين قليل، اوكي، الاكزوديت هو اللي بيكون فيه بروتين، بس مش مشكله زي ما بده الدكتور. توتال اماونت از اونلي فيو مليليتر، تقريبا تقريبا فقط 50 ml، اوكي، وبروفايد لوبريكيشن، بتعطي ترطيب. excess is removed by lymphatic. هسه احنا في عندنا سوائل يا جماعه، اوكي، شوفوا هاي المنطقه اللي فيها السوائل، اوكي، اللي هي البلورال فلويد الموجوده هون، في دائما هون اوعيه لمفاويه بتسحب سوائل من البلورا لداخل هاي الاوعيه اللمفاويه، اوكي تمام. طيب شو بفيدني هذا الحكي؟ شو مهم؟ شو يعني هذا الحكي؟ بحكي لي انت دائما لما تسحب من، يعني يكون في عندك، افترض انه في عندك خزان صغير، اوكي تمام، وهذا الخزان فيه هواء، تصير تسحب منه هواء، اوكي، بدون ما تعوضه اشي ثاني داخله، شو بصير جواته؟ بصير يصغر يصغر يصغر، صح تمام. ليش بصغر؟ لانه بصير فيه ضغط سالب، فالبلورة دائما وابدا يا جماعة رح يكون فيها ضغط سالب قيمته ناقص 4 تقريبا، اوكي. كم قيمته؟ ناقص 4. البلورا ليش فيها ضغط سالب؟ لانه احنا بنمتص السوائل باتجاه الاوعيه الليمفاويه، ما بنعوض محلها هواء، اوكي. قاعد بتمتص اشي، زي يا جماعه عمرك جبت سرنج وحطيته على اصبعك وبلشت تسحب بالسرنج، شو بصير؟ السرنج طبعا بدون الابره، بس الراس تبعه، اوكي، شو بصير؟ بصير يسحب اصبعك معه، بس تشيله بيكون على محل اصبعك. ليش؟ لانه بيعمل ضغط سالب، اوكي، صار يسحب اصبعك معه. فهاي البلورا فيها ضغط سالب، وهذا مهم عشان الرئة ما تنكمش، عشان عملية التنفس. هسه راح نفهمه كويس لقدام، اوكي. طيب الاكسس اذا صار في عندي سوائل زيادة موجودة بهاي البلورا، الاوعية الليمفاوية هي اللي بتمتصها، والميديا ساينم السائل الفراغ تبع القفص الصدري، والسوبيريور سيرفيس اوف ديافرام، تمام، مش مهم حكي فاضي.
continuous suction of excess fluid، هسه كونه انا في عندي امتصاص دائم للسوائل من البلورا عبر الاوعيه الليمفاويه، هذا الاشي حيعمل ضغط سالب داخل البلورا، اوكي؟ وهذا الضغط السالب مهم، لو هذا الضغط السالب اختفى الرئه بتنكمش وبطل قادر اتنفس. كيف وظيفه السيرفاكتنت؟ هذا راح يشتغل وظيفه مشابهه، اوكي؟ طيب نكمل يا جماعه، سوري قطعنا اكثر من مره الفيديو. اوكي طيب، هسا احنا لما نيجي نقسم الجهاز التنفسي كفسيولوجي ما بنقسمه upper airway و lower airway، لا بنقسمه قسمين راح نسميهم، واحد conductive zone وواحد respiratory zone. اوكي تمام. طيب خلينا نفهم شو يعني هذول. شوفوا يا جماعه بكل بساطه، احنا حكينا انه انا في عندي التراكيا القصب الهوائيه اوكي اللي هاي موجوده هون، بعدين في عندي رايت وليفت برونكاي مين برونكاس، بعدين في برايمري برونكاي سكندري برونكاي تيرتشري برونكاي، بعدين في برونكيولز حكينا في عندنا تيرمينال برونكيولز، وفي بعدهم ريسبيراتوري برونكيولز، صح؟ تمام. طيب شوفوا يا جماعه، كل ال 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 القصب الهوائيه اللي ما بتعمل تبادل مع الغازات هاي راح نسميها كوندكتيف زون. كوندكتيف يعني فقط تنقل، اوكي؟ يعني ما بتعمل تبادل مع الهواء، اوكي؟ فهي اسمها كوندكتيف زون. كل شيء لحد التيرمينال برونكيول هذا، يعني من فوق من عند التراكيا لعند البرايمري برونكاي سكندري برونكاي تيرتشري برونكاي والسمولر برونكاي والبرونكيولز والتيرمينال برونكيولز، هذا كله كوندكتيف زون، اوكي؟ بينما فقط الريسبيراتوري برونكيول والالفيولاي هذول اسمهم ريسبيراتوري زون. ليش؟ لانهم بيقدروا يتبادلوا، يعني في حواليهم اوعيه دمويه بتبادلوا معها الغازات، اوكي؟ فبنسميها ريسبيراتوري زون. طيب بناء على اللي شايفينه انتم قدامكم هون، اي راح تكون اكبر، الكوندكتيف زون ولا الريسبيراتوري زون؟ يعني لو افترضنا انه البني ادم الطبيعي بتنفس في كل نفس 500 ام ال، اوكي؟ 500 مللتر يعني نص لتر، اوكي؟ مين راح يكونوا اكثر، الكوندكتيف زون ولا الريسبيراتوري زون؟ منطقيا اتوقع معظم جاوب كوندكتيف زون، ولكن جواب خاطئ، اوكي؟ الجواب الصحيح هو ريسبيراتوري. الريسبيراتوري زون راح تشكل تقريبا 350 ام ال، بينما الكوندكتيف زون راح تشكل فقط 150 ام ال، اوكي؟ تمام؟ طيب فانا في عندي الكوندكتيف زون 350 ام ال، ريسبيراتوري اكثر. طب منطقيا انت قاعد تحكي لنا دكتور انه الكوندكتيف طلع قديش حجمها اكبر بالصوره، والريسبيراتوري زون حجمها اصغر، ومع هيك يعني حبست كميه هواء اكبر او تحملت كميه هواء اكبر. باجي بحكي لكم ببساطه يا جماعه، احنا مش حكينا انه في عندنا 300 مليون الفيولاي؟ هذول لو افتحهم على بعض مش عملوا لي ملعب تقريبا قد ملعب تنس، اوكي؟ تمام؟ ملعب 100 متر مربع، فبالتالي هذا مساحه كبيره، فبالتالي كميه الهواء راح تكون فيها اكبر، اوكي؟ طيب شو الريسبيراتوري زون؟ هو الجزء اللي انا قادر على اني اتنفس فيه، اوكي؟ قادر على اني اتبادل الغازات، بينما الكوندكتيف زون فقط ينقل الهواء، اوكي؟ فبالتالي الكوندكتيف زون ما في غاز اكستشينج، ما في تبادل الغازات فيه، فقط ينقل الهواء للريسبيراتوري زون لمكان التبادل، اوكي؟ هذا راح اسميه ديد سبيس. ليش ديد سبيس؟ لانه ما حيصير في اي تبادل للغازات، اوكي؟ طيب هذا اسمه اناتوميكال ديد سبيس، بعدين راح نحكي شو يعني اناتوميكال ديد سبيس وشو يعني فيسيولوجيكال ديد سبيس. طيب يا هذا مكون من التراكيا، البرونكاي، النون ريسبيراتوري تيرمينال برونكيول، حكينا لحد ريسبيراتوري برونكيول، بينما الريسبيراتوري زون المكان اللي بيصير فيه الغاز اكستشينج بين الدم وبين الريسبيراتوري سيستم، اللي هو الريسبيراتوري تيرمينال برونكيول، او خلينا نسميها احسن عشان ما نخربط، ريسبيراتوري برونكيولز، اوكي؟ بينما هون اسمهم تيرمينال برونكيولز، او اسمهم الثاني الدكتور بسميهم نون ريسبيراتوري تيرمينال برونكيول، ما بيصير فيهم تبادل هواء، وريسبيراتوري تيرمينال برونكيول بيصير فيهم تبادل هواء، والالفيولاي حكينا عنهم، اوكي؟ الفيولاي اصلا هي مكان تبادل الهواء الطبيعي. وهنا حكينا انه في عندنا اكثر من 300 مليون الفيولاي برئتنا، اوكي؟ شايفين هذا كله اللي حكيناه قبل؟ تقريبا هذا اناتومي، اوكي؟ ومعلومات عامه. هسه حنبدا بالفسيولوجي، وهسه رح نبدا بالجزء اللي فعليا شوي رح يغلبنا ويحتاج كثير تركيز، هو واحد من اصعب محاضرات الفاينل، اوكي؟ طيب بس اللي بفهمه صراحه خلص يعني بصير بسيط جدا، بصير الموضوع بمخه بيحتاجش اكثر من نص دقيقه لحتى يمشي عليه، اوكي؟ طيب فانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم، شو وظيفه الجهاز التنفسي؟ حكينا اول شيء شو وظيفته الرئيسيه؟ يعطينا الاكسجين وياخذ ثاني اكسيد الكربون، صح؟ طيب تو ديليفر سفيشنت اماونت اوف او2، يعطيني او2 للجسم ويتخلص من ثاني اكسيد الكربون. كمان
regulation of the pH of blood by controlling CO2 excretion. شو دخل الـ pH يا جماعة؟ بتتذكروا لما شرحنا بالمد التالي مش حكينا انه الحموضة تاعت الدم جاي من وين؟ جاي من الـ CO2 بالدم، ثاني أكسيد الكربون اللي بتخلص منه الرئة، صح؟ بالدم بيرتبط مع الـ H2O بعطيني إشي اسمه كربونات H2CO3، والـ H2CO3 يتفكك لي H بلس زائد HCO3 ماينس، أوكي؟ تمام؟ طيب، إذا ارتفع الـ CO2 بالدم بيرتفع الـ H بلس الحمض، فبالتالي بزيد عندي حموضة الدم، الـ pH بصير قليل، pH قليل يعني حموضة، أوكي؟ وإذا قل الـ CO2 بصير في عندي H بلس قليل معناها الكلاين، أوكي؟ H بلس عالي معناها الكلاين. قاعد. بالتالي هذا اللي بنحكيه انه CO2 واحد من اهم العوامل اللي بتحدد حموضة الدم بالجسم، اوكي؟ عشان هيك الجهاز التنفسي بيحاول يتخلص منها، اوكي؟ طيب، excretion of some volatile waste products. في بعض الفضلات بالجسم يا جماعة احنا بنتخلص منها عبر الجهاز التنفسي، بالاضافة انه بعض الادوية يتم التخلص منها عبر النفس، اوكي؟ مثل الاسيتون الناس طيب والالكهول. الاسيتون والالكهول يا جماعه هذول بيعملوا لي حامضيه بالدم، واللي بيكون عنده كحول عالي او اسيتون عالي بالدم ريحه نفسه بتكون زي ريحه التفاح المخمج، اوكي؟ ليش؟ لانه هاي المواد بتطلع عبر النفس، اوكي؟ تمام. طيب helps blood and lymph flow. شو دخل البلد واللمف فلو؟ طيب شوفوا يا جماعه، نرجع على الريسبيراتوري سيستم. اذا في صوره، هاي الرئه يا جماعه، الرئه هون في وراها قلب، صح؟ شوفوا يا جماعه، في عندي هون الوعاء الدموي اللي جاي من كل الجسم اسمه انفيرير فينا كافا، وهذا طالع على القلب بده يرجع الدم على القلب، اوكي؟ هاي القلب. فهذا الانفيرير فينا كافا بده يرجع الدم كامل على القلب. لما انا اخذ انسبيريشن اعبي الرئه على الاخر، اوكي؟ شو بصير عندي؟ راح اضغط على هذا الوعاء الدموي، اوكي؟ تمام؟ فبرجع دم زيادة على القلب لما اضغط عليه، تمام؟ طبعا اذا ضغطت كثير بسكره وبطل ارجع دم بالمرة. طيب، فبالتالي واحد من اهم العوامل، انتم بتعرفوا الفين ما بيكون في ضغط، فبالتالي الدم يا دوب قادر يطلع على القلب، فالرئة بتساعد انه ترجع الدم على القلب عبر هذا الفينا كافا. كيف؟ انها تضغط على الوعاء الدموي تضيقه فترجع دم اكثر على القلب، فحتشتغل كبامب. نفس الشيء بتشتغل على الاوعيه الليمفاويه اللي هون، اوكي؟ لانه الوعاء الليمفاوي الرئيسي بالجسم اسمه ثراسيك داكت بيمر من وراء الرئه. ريجوليشن اوف بودي تمبريتشر كمان يتحكم او يبرد الجسم. ليش؟ لانه احنا مدخل هواء بارد، تحسوا فيه، خذ نفس راح تحس فيه هواء بارد، طلعوا راح تحس هواء حامي، فبالتالي هاي البروده احنا عشان نبرد الجسم طلعناها هواء حامي عشان كمان نبرد الجسم. بسم الله، هون نبدا المحاضره عن جد، اوكي؟ بولمونري ventilation، كيف تحصل عملية التنفس؟ وعشان نحكي كيف تحصل عملية التنفس راح يكون شوية رياضيات وفيزياء، أوكي؟ طيب، is the movement of air، pulmonary ventilation اللي هي التنفس، اللي هي حركة الهواء، تمام؟ into and out of the lungs، ندخل الهواء ونطلعه من الرئة، depending of pressure differences. فبالتالي إحنا عشان نقدر نفهم كيف النفس بيصير، كيف النفس بيدخل على الرئة، لازم أفهم شو الضغط اللي موجود داخل الرئة، أوكي؟ تمام؟ بدنا نفهمه كويس، بعدين نحفظه كويس عشان نجاوب كل اسئلته ببساطه وسهوله، اوكي؟ In order to understand the ventilation process، عشان نقدر نفهم عمليه التنفس، حكيت لكم بدي افهم الضغط اللي موجود داخل الرئه والضغط اللي موجود حول الرئه. طيب الضغط من وين بده يجي؟ في عضلات تنفس مسؤوله عن انها تصنع هذا الضغط، فبالتالي رح ندرس اشياء هسه، رح ندرس عضلات ورح ندرس ايش؟ رح ندرس ضغط ناتج من هاي العضلات، اوكي؟ طيب بدي ارسم رسمه بسيطه، بعدين نروح للرسمات اللي اوريدي موجودة، اوكي؟ وافهموا علي كويس. طيب هاي التريكيا قسمت، دخلت واحدة بالرايت لانج واحدة بالليفت لانج، اوكي؟ طيب هون جوا هاي في عندي الالفيولاي هون، اوكي؟ طبعا الالفيولاي مش كبيرة هالقد بس عشان نقدر نفهم. اتفقنا انه اول ستراكتشر موجود عندي لتبادل الغازات هو الالفيولاي، صح؟ واتفقنا انه حوالين الرئه في زي كيس اسمه بلورا، وهذا الكيس مغلق ومليء بالهواء، صح؟ طيب او مليء بالسوائل الى اخره، وهذا مرتبط بالقفص الصدري، يعني هي هاي عظام القفص الصدري، اوكي؟ تمام. فبالتالي
هذا الكيس هو الرابط للرئة بالقفص الصدري، أوكي تمام. طيب هاي رقم واحد. رقم اثنين، غير اللون، في ناموس راح تجلطني أنا. أوكي يلا هسا يا جماعة بدنا نتفق، بدنا نتفق اتفاق تمام. الضغط الجوي قيمته مش صفر، بس احنا هون رح نعتبره صفر. أوكي ليش نعتبره صفر؟ حتى نسهل حالنا الأرقام. يعني أي إشي يساوي الضغط الجوي، يساوي الأتموسفيريك بريشر، رح نعتبر ضغطه صفر تمام. أي إشي أعلى من الضغط الجوي رح نعتبر ضغطه موجب، أوكي. وأي إشي أقل من الضغط الجوي رح نعتبر ضغطه سالب. هل هذا يعني إنه هذا الضغط سالب؟ لا، ولكنه مقارنة بالضغط الجوي هو سالب، أوكي تمام. تمام، هاي رقم واحد. رقم اثنين، هاي الألفيولاي يا جماعة اللي هي الوحدة الوظيفية الأساسية بالرئة، هل هي مرتبطة مع الهواء الخارجي؟ نيجي نجاوب آه، لأنها هي راح ترتبط هون هيك مع ألفيولاي، مع ألفيولاي ثاني، مع تيرمينال برونكيول، ريسبيراتور برونكيول إلى آخره، مع ليفت مين برونكاس، مع تريكيا، بعدين للفم وللخارج، أوكي؟ طيب فبالتالي في قناة متصلة كاملة بتوصل الألفيولاي مع الهواء الخارجي، ولا أنا كيف بقدر أدخل الهواء على الألفيولاي؟ ما دام ما فيش اتصال، اكيد في اتصال صح. طيب ففي حاله الراحه، يعني لا شهيق ولا زفير، لا انسبايريشن ولا اكسبايريشن، اوكي تمام. طيب لا في عندي انسبايريشن ولا في عندي اكسبايريشن، اوكي، بيكون الضغط داخل الالفيولاي منطق راح يكون يساوي الضغط الجوي صفر، اوكي تمام. ليش؟ لانه لو في ضغط سالب، ضغط السالب دائما بسحب الهواء، راح يكون في شهيق، اوكي. لو في ضغط سالب راح اشوف شهيق، ولو في ضغط موجب راح اشوف زفير. فمعناها انه ما في لا انسبايريشن ولا اكسبايريشن، معناها انه الضغط داخل الالفيولاي يساوي الضغط الجوي صفر، اوكي تمام. طيب هذا راح يكون اسمه انترا بلورال بريشر، او بدناش، لا مش انترا بلورال بريشر، انترا بولمونري بريشر، يعني داخل الرئه، او بنسميه الاسم الثاني انترا الفيولار بريشر، داخل الالفيولاي. فانترا بولموناري داخل الرئة، أو منسميه داخل الألفيولاي بريشر، أوكي. كم قيمته بحالة الراحة؟ راح تكون صفر. هسا راح أرسم لكم جدول كامل فيهم بس نفهمهم، أوكي تمام. طيب نروح على البلورا. هاي البلورا يا جماعة، هذا الكيس اللي حوالين الرئة، هل في ارتباط بينه وبين الهواء الخارجي؟ هذا عبارة عن كيس مغلق تمام، فالضغط اللي فيه ضغط ثابت. وتتذكروا حكيت لكم انه في اوعية لمفاوية موجودة حوالين هاي البلورا، اوكي تمام، دائما بتسحب السوائل من البلورا، فبالتالي قوة السحب دائما هتعمل لي ضغط سالب ولا موجب؟ اكيد سالب. فبالتالي الضغط داخل البلورا هاي دائما سالب، اقل من الضغط الجوي، قيمتها ناقص 4 تمام. هاي راح اسميها طبعا، هذا في حالة الراحة ناقص 4، اوكي، اسمها انترا بلورال بريشر، اوكي انترا بلورال بريشر. كم قيمته في حاله الراحه؟ ناقص 4. هل كل الكتب بتحكي ناقص 4؟ لا. هل الصحيح هو ناقص 4؟ لا. هاي الارقام يا جماعه بالفسيولوجي، هاي معلومه صرت احكي لكم اياها 1000 مره، اوكي، الارقام بالفسيولوجي ليست ارقام ثابته، احنا بنحكي عن نسبه، اوكي، احنا بنحكي عن رقم غير حقيقي، بجوز انا تكون عندي 4 ناقص 4 ونص، عند حد ثاني ناقص 6، ولكن المهم انها عباره عن نيجاتيف، اوكي، عباره عن قيمه سالبه، اوكي، عباره عن قيمه ايش؟ عباره عن قيمه سالبه تمام، اوكي، فدائما قيمتها سالبه. طيب ليش سالبه؟ طلعوا معي يا جماعه، هاي معلومه كثير مهمه، وهاي بنشوفها بالكورونا كثير، كوننا احنا بنحكي عن الكورونا وبنحكي عن ريسبيراتوري سيستم مرتبط كثير بالكورونا، اوكي تمام، حلو تعرفوا ايش اللي بيصير. الناقص 4 هاي يا جماعه قوه سحب صح، فبتخلي الرئه دائما مسحوبه باتجاه القفص الصدري، فبتخلي الرئه دائما ايش؟ فيها شويه هواء داخلها، حتى لما اعمل زفير، تخيلوا، شوفوا يا جماعه، لما اعمل كومبليت اكسبايريشن هيك طلعت كل الهواء اللي بقدر عليه من الرئه، هل ظل هواء جوا الرئه؟ نعم، ظل هواء جوا الرئه. ليش؟ عشان يخلي الالفيولاي مفتوحين، لانهم لو سكروا راح يصير علي، راح يصير صعب علي افتحهم مره ثانيه، اوكي. طب ايش الاشي اللي بيخلي هذول الالفيولاي فيهم شويه هواء مفتوحين؟ هذا الضغط السالب اللي جاي من البلورا. فبالتالي
الإشي اللي ما بيخلي الرئة تنكمش على الآخر، الإشي اللي بيخليني أقدر أتنفس، ما يصير عندي كولابسينج كومبليت لللانج، هو البلورال بريشر اللي قيمتها ناقص 4. أوكي طيب شو الإشي اللي ريليتد للكورونا اللي بدك تحكي لنا عنه؟ بالكورونا يا جماعة الرئة بتصير زي إيش؟ مش أنا حكيت لكم المرة الماضية الرئة مثل هذا الكيس، أو بهاي المحاضرة مش متذكر صراحة. الرئة بتصير مثل هذا الكيس، أوكي؟ بنفخها عادي، بتفش بتطلع الهواء. بنفخ وبتفش. الكورونا بتخلي الرئة زي زي الكاوشك تبع السيارة، صعب تنفخه وصعب تفشه، إشي كثير صلب، أوكي؟ تمام؟ فبصير صعب تعبيها بالهواء، وبتصير ستيف الرئة، أوكي؟ تمام؟ وبصير فيها هون زي التهابات وبولبس. هاي راح نحكي عنها كمان شوي، أوكي؟ تمام؟ طيب. وأنا لما أجي أحط هذا البني آدم على تنفس اصطناعي، أوكي؟ أضغط بتنفس اصطناعي، أوكي؟ وأحط له ضغط عالي يدخل الهواء على الرئة اللي عنده، هاي البوليبس بتنفجر، أوكي؟ وكونها انفجرت هاي البلورا بتصير معرضة للهواء الخارجي مع الرئة، أوكي؟ وأي شيء معرض للهواء الخارجي كان بيصير ضغطه، بصير ضغطه صفر، فبتنكمش الرئة. فهذول الناس بلاقي أكسجينه كان 90 على الجهاز، أوكي؟ فجأة 85، فجأة 80، 75، 70، وضغطه بصير ينزل بعدين، مش لازم تعرفوا ليش، أوكي؟ 65، 60، 50، أكسجينه قاعد بنزل، ما حداش عارف شو المشكلة. باجي بحس عليه هون انا على صدره، شو بحس؟ بصير يفقع عندي، بصير في هواء تحت الجلد عنده. ليش؟ لانه هاي البوليب فقعت، اوكي، فبالتالي الاكسجين صار يطلع تحت الجلد، اوكي، مش هاي ملزقه بالعظام، فصار في هواء كثير تحت الريبس، اوكي. هاي ككلينيكال كوريليشن مش هسه نحكي عنها، اوكي، تمام. ايش بنسميه؟ نيموثوركس، باخر محاضره بنحكي عنها. فالمهم اللي بدي اياكم تعرفوا انه الطبيعي الانترا بلورال بريشر دائما سالب ناقص 4، هاي في حاله الراحه، اوكي. خلينا نفهم هاي كويس عشان نقدر نحكي شو بصير بالانسبيريشن وبالاكسبيريشن، فنصير فاهمين انه انترا بولمونري بريشر داخل الرئه او انترا الفيولر بريشر قيمتها تساوي الضغط الجوي في حاله الراحه، والانترا بلورال بريشر تساوي ناقص 4، اوكي تمام. هاي رسمه لإلها اللي هي موجودة بالكتاب، موجودة بالتفريغ إلى آخره، بس عشان ما تتعقدوا إحنا رسمناها برا. هسا رح نطلع على الصورة المعقدة شوي. هاي يا جماعة هي الألفيولاي، وهاي هي البلورا، أوكي تمام. الضغط الجوي يساوي 760، 760 إحنا حكينا تساوي صفر، صح؟ مش خليناها تساوي صفر. طيب فبالتالي في حالة الراحة الضغط داخل الألفيولاي 760 اللي هو نفسه صفر، والضغط داخل البلورا الكيس اللي حوالين الرئة 756. طيب 760 ناقص 750 كم يساوي؟ ناقص 4 نفسها، أوكي؟ وصلت؟ تمام؟ طيب طيب لا، ولا خلينا نروح بالأول هون. يلا براشر، الضغط الجوي يا جماعة يساوي 760. أنا 760 هاي راح أخليها إيكوال 0، أوكي؟ في عندي شيء اسمه انترا الفيولر براشر أو انترا بولمونر براشر، الهواء داخل الألفيولاي، هذا الضغط داخل الألفيولاي، اوكي، ويساوي الضغط الجوي في حاله الراحه صفر، اوكي. When there is no respiration، ما فيش عمليه تنفس، لا inspiration ولا expiration، والجلوتس اوبن، الجلوتس اللي هي المنطقه، منطقه اللسان المزمار بنسميها، المنطقه اللي هي فيها هذول اللي اذا عمركم شفتوهم فيديوهات اليوتيوب اللي بيكونوا يصوروا فيهم، اللي هم الاحبال الصوتيه اللي بصير يحركهم، او احنا لو انا قاعد هسه بحكيهم بيكونوا يخبطوا ببعض هيك والهواء يطلع عشان يطلعوا الاصوات، اوكي، بنسميها الجلوتس. الجلوتس مفتوح عشان الهواء يكون على اتصال مباشر مع الرئه، اوكي. راح تكون قيمتها صفر. الانترا بلورال بريشر، الضغط داخل البلورا، اوكي، كم يساوي؟ دائما نيجاتيف، اوكي، سواء في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن او في حاله الراحه دائما صفر، اوكي. Because of the suction process that happened for the pleural fluid. شو السبب؟ حكينا انه في عملية امتصاص دائما من الأوعية الليمفاوية من الأوعية الليمفاوية للسوائل داخل هاي البلورا، اوكي؟ طيب at rest في حالة الراحة راح تكون ناقص 4 على ناقص 5، هل هي قيمة ثابتة؟ لا، مش قيمة ثابتة، اوكي؟ طيب مش عارف الدنيا نار قاعد بتقلب عندي، بشغل المروحة عشان الصوت ما يخربش. اوكي يا جماعه سوري على الانتربشن. يلا فبالتالي الانترا بلورال بريشر اتس اولويز نيجاتيف، اوكي، سو اتس ريسبونسبل فور بريفنت كولابسينج اوف ذا لانج. هاي المعلومات كلها حكيناها يا جماعه، اوكي.
شو وظيفتها هاي الناقص أربعة البلورة دائما؟ إنه ما تخلي الرئة تنكمش، تخلي الرئة دائما مسحوبة باتجاه chest wall، فبالتالي ما تنكمش. أوكي؟ so the lungs always inflated by some air because of the negative pressure of the pleura. أوكي؟ راح تظل دائما الرئة منفوخة. طيب هسا في ضغط ثالث ما حكينا عنه، خلينا نرجع هون. شوفوا يا جماعة، أنا بقدر أحسب الضغط جوا البلورة، راح يطلع معي ناقص أربعة بجهاز عادي. أوكي؟ بقدر احسب الضغط جوا الالفيولاي بجهاز عادي ويطلع معي صفر. ولكن اجوا العلماء حكوا انه احنا بدنا نخترع ضغط جديد هو غير موجود فعليا، اوكي، ولكن هو محصله حسابات، يعني اوكي احنا بنحسبه حساب اسمه ترانسبولموناري بريشر. اوكي، هذا الترانسبولموناري بريشر يا جماعه بيساوي الانترا الفيولار بريشر ناقص الانترا بلورال بريشر. طيب الانترا الفيولر نفترض بحاله الراحه كان صفر، صح؟ ناقص الانترا الانترا بلورال كم؟ ناقص أربعة. ناقص الناقص كم؟ يساوي زائد. فبالتالي هذا راح تطلع قيمته دائما موجبه. اوكي، هذا قيمته الترانسبولمونري بريشر موجب. طب ايش بتعني يا جماعه هاي الترانسبولمونري بريشر؟ يعني اذا اجى بامتحان سالني قال لي طيب ماشي انت، اجوا العلماء الفطاحل هذول بتفلسفوا دائما عشان يصعبوا علينا المواد، حكوا الترانسبولمونري بريشر طلع معنا زائد أربعة. طب ليش انت عملته اصلا؟ شو انا بستفيد منه؟ بيجي بحكي لك يا جماعه انه هذا الزائد أربعة بيعني انه الرئه عبت هواء. اوكي، ركزوا معي، الرئه عبت هواء بقيمه بوزيتيف أربعة نتيجه لتغير فرق الضغط. يعني كم تغير الضغط اللي عندي؟ أربعة. فبيجي بيحكي لي لكل واحد من هذول الأربعة مثلا الرئة بتقدر تدخل 200 مل أكسجين، فأنتوا عشان تحفظوها لكل واحد من الأربعة 200 مل، فبالأربعة رح يدخل، معناها أنه الرئة رح تدخل نتيجة لفرق هذا الضغط 800 أم أل. أوكي، مثلا كمثال. أوكي، طبعا هو الطبيعي 200 أو 150 ل 200 أم أل لكل فرق ضغط واحد. أوكي، طيب ماشي، معناها أنه الرئة هون بحالة الراحة فيها تقريبا 800 أم. انسوا خلاص، بديش أعقدكم زيادة. شو معنى الترانسبولمونري بريشر او ليش عملناها او ليش شو بتحسب؟ بتحسب يا جماعه قديش راح يدخل على الرئه اكسجين او هواء نتيجه لتغير فرق الضغط. اوكي، ما قتلتها. يلا، ترانسبولمونري بريشر اور ترانسميورال بريشر لها اسمين. اوكي، هي الديفرنس بين الفيولر بريشر اند بلورال، يعني انترا الفيولر ناقص انترا بلورال. ركزوا انه الانترا بلورال دائما نيجاتيف، فنيجاتيف النيجاتيف راح يطلع بوزيتيف. It's a measure of the elastic forces، يعني هي قياس لقدرة الرئة على أنها تعبي هواء. تمام؟ قديش بتغير قديش بدخل هواء على الرئة نتيجة لتغير الضغط. إذا الرئة ضعيفة ما فيها elastic forces، elastic يعني مطاطية الرئة، قديش الرئة مطاطية قديش تقدر تعبي هواء. أوكي؟ تمام؟ called the recoil pressure، راح نسميها recoil pressure، اسمها أصلا elastic recoil pressure. أوكي؟ elastic recoil pressure القصد فيها قديش الرئة مطاطية قادر على انها تدخل حجم هواء مع تغير الضغط. اوكي، طيب ميكانيزم. هسه يا جماعه كل اللي راح نحكيه اليوم يعتمد على شيء اسمه بوليز لو، هذا عالم فيزيائي ملوش علاقه بالريسبيراتوري، بس احنا بنطبق قواعدنا عليه. شوفوا يا جماعه، بكل بساطه اذا جبت كميه غاز ثابته، اوكي، وحطيتها بوعاء صغير، انتم منطقيا كميه غاز افترضوا انها 10 لتر وحطيتها بوعاء صغير ونفس كمية الغاز حطيتها بوعاء كبير، أي الضغط فيه أكبر؟ وعاء صغير وفي كمية الغاز 10 لتر، وعاء كبير في كمية الغاز 10 لتر، أي راح يكون فيه الضغط أكبر؟ أكيد الصغير. ليش؟ لأنه إحنا بنعرف يا جماعة منطقيا، جيب هاي الغرفة اللي أنا قاعد فيها وحط فيها 1000 بني آدم راح يكونوا مضغوطين، صح؟ بينما لو الألف بني آدم حطيتهم غرفة كبيرة على قدهم هل راح يكونوا مضغوطين؟ ما راح يكونوا مضغوطين. ليش؟ لأن الغرفة واسعة على قدهم. فبالتالي كل ما زاد الحجم شو بيصير بالضغط؟ بقل. الحجم والضغط عكس بعض. اوكي، تمام. فبالتالي الحجم الصغير بيعني ضغط كبير، والحجم الكبير بيعني ضغط قليل. اوكي، هاي شوفوهم، هون الحجم 1 لتر الضغط 1، بينما هون الحجم نص لتر الضغط 2، الضعف الضغط. اوكي، ليش؟ لانه الحجم قل. تمام، طيب يلا، فهذا الوعاء يا جماعه حجم الهواء اللي فيه يساوي حجم هذا، يعني حجم الهواء كمية الهواء الموجودة هون تساوي كمية الهواء الموجودة هون. تمام، ولكن هون الضغط أقل والحجم أكبر، هون الضغط أكبر والحجم أقل. To make inspiration، هسا بدنا نفهم شو اللي بصير بالinspiration والexpiration، شو بصير بعملية التنفس. أوكي، تمام، طيب
شوفوا يا جماعة وركزوا معي، بدي أشوف أنتوا قديش شايفين من وجهي هسه حاليا. طيب شوي ننزل هيك. أوكي شوفوا يا جماعة، أنا في عندي إشي اسمه عضلة الحجاب الحاجز. أوكي تمام، عضلة الحجاب الحاجز يا جماعة هي هاي العضلة اللي موجودة اللي بتفصل بين البطن تمام، بين الأبدومينال أورغانز وبين التشيست أورغانز، يعني بين الأعضاء اللي موجودة بالصدر وبين الأعضاء اللي موجودة بالبطن، هي عضلة هيك. أوكي تمام، طيب مفهوم هاي يا جماعة؟ مفهوم. وهذول الأضلاع تاعوني اللي هم شو نسميهم الريبس، أوكي اللي هم العظام اللي موجودين بالقفص الصدري، في بينهم عضلات. أوكي في عضلات نازلة لتحت ولبرا اسمها external intercostal، العضلات الخارجية، وفي العضلات الداخلية اللي جاية لجوا هيك أوكي شكلها اسمها internal intercostal. أوكي تمام، لحد هسه احنا فاهمين، في عندي ريبس في بينهم عضلات، وفي عندي الديافرام الحجاب الحاجز، وفي عندي كمان عضلات بالرقبة، هاي أطول عضلة اسمها sternocleidomastoid. أوكي sterno لأنها طالعة من الستيرنم هذا، أوكي كليدو لأنها رايحة على الكلافيكل، هون تمشي مع الكلافيكل، وماستويد لأنها الأوريجين تبعها أصلا الماستويد بروسيس. أوكي فهي رابطة الرأس بالتشيست كافيتي، وفي ثلاث عضلات هون صغار اسمهم سكاليني ماسلز. أوكي تمام، طيب ليش قاعد بحكي لكم عن هاي العضلات؟ ليش دخلنا على أناتومي فجأة؟ الأشياء اللي بتحبوهاش بمرة عشان نفهم التالي. شوفوا يا جماعة هسا بدنا نبدأ بعملية الانسبيريشن، هاي الانسبيريشن. أوكي تمام، طيب في عملية الانسبيريشن يا جماعة شايفين هاي عضلة الحجاب الحاجز راح تنزل لتحت. طيب نزلت لتحت يعني شو راح تعمل بالبطن؟ راح تنزله لتحت، فالأعضاء اللي موجودة بالبطن راح تنضغط صح؟ طيب راح يصغر حجم البطن، ولكن حجم القفص الصدري شو بصير فيه؟ لما هاي العضلة تنزل لتحت حجم القفص الصدري بيكبر. أوكي وإذا متذكرين أنا حكيت لكم إنه البلورا اللي هو الكيس اللي رابط الرئة رابطها بالأضلاع من هون ورابطها من تحت بال إيش؟ رابطها بالديافرام، فهو مربوط مع هذا الديافرام. أوكي تمام، طيب هاي طلعوا كيف هاي الرئة يا جماعة، وهاي الديافرام تحتها، فشوفوا كيف هي قريبة منه. لما ينزل الديافرام لتحت تمام شو بصير؟ طلع حجم الرئة شو صار فيه؟ كبر، فبالتالي حجم الرئة الفوليوم تبع الرئة يا جماعة راح يكبر. كيف راح يكبر؟ عضلة الديافرام بتنقبض فبتنزل لتحت، والإكسترنال إنتركوستال العضلات الخارجية أوكي بتنقبض، فالصدر بيطلع لفوق ولا برا. أوكي بيفتح الصدر عندنا لفوق ولا برا. أوكي تمام، فبالتالي عندي عضلتين بالإنسبيريشن، شو هم؟ الديافرام مينلي، 75% من عملية التنفس مسؤول عنها الديافرام. أوكي تمام، هاي الديافرام، و 25% مسؤول عنها الإكسترنال إنتركوستال، إكسترنال خارجي. أوكي تمام، طيب ممتاز. طيب أنا زدت الحجم، باجي على الألفيولاي يا جماعة، هاي الألفيولاي برجع أرسم الرسمة، وهاي البلورة حواليها. أوكي طيب البلورة مرتبطة بالقفص الصدري صح؟ القفص الصدري طلع لبرا. أوكي والبلورة مرتبطة بالحجاب الحاجز من تحت صح؟ فالبلورة نزلت لتحت، شو صار بحجمها؟ كبرت، الفوليوم زاد. أي إشي بيكبر الحجم شو بصير بالضغط يا جماعة؟ قبل شو حكينا؟ بوليز لو، بيقل الضغط. كم كان الضغط جوا البلورا؟ كان ناقص 4، بصير ناقص 6 أو ناقص 8 حسب قديش أنت تنفست. أوكي فراح يصير عندي مور نيجاتيف. أوكي تمام، شو راح يصير عندي؟ مور نيجاتيف، أكثر سالبية داخل البلورا. طيب منطقيا كبرت البلورا، شو راح يصير بالرئة نفسها؟ تكبر، فالألفيولاي شو راح يصير فيها؟ كم كانت؟ 0. كم راح تصير؟ راح تصير ناقص 1. أوكي فبالتالي الضغط داخل الرئة كم راح يصير؟ ناقص 1. الضغط داخل البلورا كم صار؟ ناقص 8 أو ناقص 6 قد ما بدكو، المهم بالامتحان مور نيجاتيف، أكثر سالبية، هذا اللي بيهمني. أرقام الدكتور بيحط لكم أرقام، دكتور بيخبص. أوكي ما في إشي اسمه أرقام بالفسيولوجي. أوكي تمام، ولكن الفكرة إنه نحكي إحنا عن مور نيجاتيف. أوكي تمام، طيب ممتاز. فنيجي هون يا جماعة، يلا الضغط داخل الألفيولاي كم صار؟ ناقص 1. الضغط داخل البلورا كم صار؟ ناقص 6 ناقص 8 ناقص 7 قد ما بدكم. أوكي تمام، طيب هل البلورا مرتبطة مع الهواء الخارجي؟ هذا الكيس اللي موجود حوالين الرئة رسمناه، هل مرتبط مع الهواء الخارجي؟ لا. طيب الناقص 6 قوة سحب صح؟ هل البلورا بتقدر تسحب هواء من برا الرئة تدخل هواء عليها؟ لا. ليش؟ لأنها مغلقة. ولكن الناقص 1 اللي صاروا بالألفيولاي هون
بيقدروا يسحبوا هواء لانهم على اتصال مع الـ مع الـ مع البيئه الخارجيه صح. فبالتالي عمليه الانسبايريشن مش اني ادخل هواء. عمليه الانسبايريشن جماعه بتعرف شو هي؟ اني احرك عضلات، بحرك عضلات الديافرام والاكسترنال انتركوستال، فانا منطقيا بزيد حجم التشست، فبالتالي بتزيد حجم الرئه، فالضغط داخل الالفيولاي بصير ناقص واحد، فبالتالي بسحب الهواء، فبالتالي الضغط داخل الرئه السالب هو اللي سحب الهواء لداخل الرئه ماينس 1 اوكي، هذا اللي بسحب الهواء، فالالفيولاي بتصير عندي اكبر فبسحب هواء لداخلها اوكي تمام. طيب فشوفوا يا جماعه شو اللي صار عندنا. اللي صار عندنا انه الالفيولاي راح تكبر، ضغطها صار ناقص واحد صح تمام. طيب هي معرضه للهواء الخارجي، فبالتالي اذا سالني بالامتحان during inspiration تمام، الانترا الفيولر بريشر كم بتصير؟ بتصير ناقص واحد. الانترا بلورال بريشر كم بتصير؟ بتصير ناقص ستة مثلا اوكي. طيب منطقيا الترانس بولمونري بريشر اللي هو فرق الضغط كم بصير؟ ناقص واحد ناقص ناقص ستة، يعني ناقص واحد زائد ستة كم صار؟ زائد خمسة، بحالة الراحة كان زائد أربعة أوكي تمام. طيب فمعناها إنه في ضغط زاد، فمعناها في كمية هواء راح تدخل على الرئة بقيمة فرق الضغط هذا أوكي تمام. طيب هسا يا جماعة هاي الناقص واحد بلشت تسحب هواء، وهاي أهم فكرة ركزوا لي فيها، بلشنا نسحب هواء صح أوكي. ليش؟ لأنه في ناقص واحد جوا الألفيولاي، تعبت الألفيولاي هواء، هل بقدر اسحب هواء كمان؟ لا. ليش؟ لانه الهواء اللي دخل، احنا طلعوا ركزوا معي بالبوليز لو كان في عندي كميه هواء موجوده بالالفيولاي، عشان كان الضغط صفر، كبر الحجم تبع الالفيولاي، في حجم هواء صغير وفي الفيولاي صارت كبيره صح، فالضغط سالب. طيب لو دخل هواء عوض هذا الضغط، يعني مثلا بدي احكيها بلغه الارقام، كان عندي حجم هنا قيمته واحد والضغط قيمته واحد، او ضغط قيمته صفر وحجم، يعني حجم الهواء واحد وحجم الالفيولاي يو في 2 واحد اوكي. طيب اللي صار عندي يا جماعه انه كبرت الالفيولاي، فالفي 2 كم صار؟ صار 2 تمام، فالضغط كم صار؟ اقل، اللي هو ناقص واحد سميناه صح. طيب حجم الهواء اللي هو في 1 لسه ثابت واحد. طيب لو دخلت هواء وصار حجم الهواء 2 شو راح يصير؟ الضغط راح يرجع صفر اوكي. ليش؟ لانه الهواء عوض المساحه خلص، يعني في هواء رجع، زي تكون غرفة مضغوطة وتفتح الشباك بيدخل عليها الهواء بتبطل مضغوطة أوكي؟ هاي كل الفكرة. ف at end of expiration end of inspiration في نهاية الشهيق أوكي؟ الضغط جوا الألفيولاي كم راح يكون؟ صفر. ف بحالة الراحة الضغط جوا الألفيولاي صفر، نهاية الشهيق الضغط جوا الألفيولاي رجع صفر. ليش؟ ما راح تقدر تأخذ هواء زيادة. ليش؟ لأنه الضغط جوا الألفيولاي صفر. الضغط جوا البلورا، طيب هل البلورا بدخل عليها هواء لما اخذ نفس؟ لا، فبالتالي راح يضل ضغطها ناقص 6 اوكي. طيب فالضغط صفر ناقص الناقص 6 كم يساوي؟ زائد 6. فبنهايه الانسبيريشن بكون عبينا اكبر كميه هواء نتيجه فرق الضغط، كان زائد 4 بالوضع الطبيعي صار زائد 6 في فرق 2، اذا كل واحد منهم دخل 200 ام 1000 انا دخلت 400 ام 1000 هواء على الرئه اوكي تمام. طيب انا بتمنى انكم تكونوا فاهمين ان شاء الله يعني. فبالتالي خلال عملية الشهيق بتصير ناقص واحد، ليش؟ أني كبرت حجم الألفيولاي، بس ما دام سحبت الهواء في نهاية الشهيق خلص رجعت صفر، أوكي؟ تمام؟ طيب ممتاز، هاي عملية الشهيق، هاي بنسميها نورمال انسبيريشن، يعني اللي بتتنفس وأنت مش منتبه، اللي بتعمله 1000 مرة باليوم، أوكي؟ تمام؟ أكثر من 1000 مرة. نورمال انسبيريشن. بعدين بنيجي كمان شوي على الانسبيريشن اللي بعمله بجهد، عشان أعبي الرئة أقوى شيء، أوكي؟ تمام؟ شوفوا يا جماعة شو اللي صار هون، هاي عضلة الحجاب الحاجز نزلت لتحت، الاكسترنال انتركوستال طلعت لفوق ولبرا فوسعت الصدر، فهذول الاثنين كبروا الحجم قل الضغط، فبالتالي دخل هواء أكثر أو دخل هواء على الرئة لأنه عملنا ضغط سالب داخل الرئة. طلعوا شو اللي صار، هاي هسا نحكي عن الاكسبيريشن أوكي. طيب فمنطقيا يا جماعه نرجع مراجعة الانسبيريشن، الانسبيريشن شو العضلات اللي شاركت فيها؟ الديافرام والاكسترنال انتركوستال في حالة ايش؟ في حالة الجهد العادي، اوكي؟ طيب الاكسبيريشن الزفير العادي، اوكي؟ الاكسبيريشن، شوفوا يا جماعة، ما هي العضلات المسؤولة عن الاكسبيريشن؟ نيجي نفكر، ندرس،
شو تذكرنا، شو درسنا اناتومي، شو اخذنا اناتومي، شو العضلات اللي بتساهم بعمليه الاكسبايريشن. باجي بحكي لكم ما في عضلات بتساهم بعمليه الاكسبايريشن. الاكسبايريشن العادي، الزفير العادي ما في عضله مسؤوله عنه، ولكن شايفين عضلات الشهيق نفسها، الانسبايريشن نفسها اللي هي الديافرام والاكسترنال انتركوستال، هذول نفسهم مسؤولين عن عمليه الزفير. كيف؟ باجي بحكي لك انه العضلات عندنا طبيعتها مطاطيه. انا لما اشدها الديافرام مش كان هيك، لما شديناه نزل لتحت صح؟ خلص اتركه ارخيه بدون ما تعمل شيء، راح يرجع لمكانه الطبيعي لفوق. اوكي، الاكسترنال انتركوستال مش خلينا التشست يفتح لبرا هيك، ارخيه اتركه يرجع لمكانه. هاي مسميها الاستيك ريكويل. اوكي، الاستيك ريكويل معناها المطاطيه تاعت العضلات. بالاضافه تتذكروا لما حكينا الالفيولاي في داخلها سيرفاكتنت، او في داخلها مي، طبقه المي بتعمل شيء اسمه سيرفيس تنشن. هذا السيرفيس تنشن بيخلي الالفيولاي تنقبض. اوكي، طيب، فهذا السيرفاكت، هذا السيرفيس تنشن، طبقه المي اللي موجوده بتخلي الرئه تنكمش. اوكي، فبترجع لحجمها الطبيعي. اوكي، ومطاطيه الرئه نفسها، في اكثر من عامل، مطاطيه الرئه، الالاستيك ريكول للرئه نفسها، مطاطيه العضلات، والسيرفيس تنشن اللي هي شو كنا نسميها احنا، مقاومه سطح الماء. اوكي، تمام. طيب، فبالتالي انا بس بالاكسبيريشن شو بعمل؟ ما ببذل جهد، ما في طاقه. يعني اذا سالكم بالامتحان الانسبيريشن تستهلك طاقه، في نعم اكتف تستهلك طاقه. اوكي، ليش؟ انك استخدمت عضلات. بينما النورمال اكسبيريشن باسيف، الوحيد الباسيف. اوكي، شو يعني ما بستهلك طاقه؟ فقط ارخي العضلات اللي شديتهم. كيف المنجنيق؟ المنجنيق بشد زي المطاط تبعه. اوكي، تمام، بثبته، بس بعدين شو بيعمل؟ بترك، فبرجع لمكانه الطبيعي. اوكي، تمام. طيب، الاستيك ريكويل اللي بصير يا جماعه، انه انا صار في عندي الفيولاي كبيره فيها حجم هواء كثير. اوكي، اكثر من الطبيعي. اوكي، ليش؟ عشان نرجعها لحجم، لضغط الصفر، فعشان هيك عبيناها هواء اكثر من الحجم الطبيعي. والبلورا حوالين الالفيولاي هاي الضغط صار فيها ناقص 6. ببساطه انت بدك ترجع الديافرام والاكسترنال انتركوستال لمكانهم، فبرجع الضغط لطبيعته، ناقص 6 راح ترجع ناقص 4 مره ثانيه، صفر هسه. طيب، الالفيولاي معبي هواء، بدي اصغر الحجم، شو بصير بالضغط؟ الضغط بزيد. اوكي، بريشر عالي، بالتالي راح يصير during expiration خلال عمليه الزفير. اوكي، expiration يطلع الهواء. طيب، في عندي الانترا بريشر، في عندي انترا بولمونري بريشر. الانترا بلورال بريشر راح يرجع لناقص 4، اللي هو من ناقص 6 لناقص 4. الانترا الفيولر بريشر بيروح من 0 للزائد 1، فبالتالي خلال عمليه الزفير راح يكون موجب، الرقم الوحيد الموجب راح يطلع معنا. ليش؟ لانه قاعد بصغر الحجم وفي هواء كثير، اي شيء بضغط عليه، تمام، حجم كبير وضغط وحجم صغير للغرفه وحجم كثير من الناس، ضغط موجب. اوكي، حتى اقدر ادفعه لبرا. اوكي، زي كانك ماسك بالون وقاعد تضغط عليه، هذا ضغط موجب حتى تفرغ الهواء اللي فيه. اوكي، طيب، end of expiration شو حكينا بصير؟ دائما في نهايه الاكسبيريشن خلص انا بطلت اطلع هواء، نهايه الاكسبيريشن نفسها حاله الراحه يا جماعه. اوكي، فالاند اوف اكسبيريشن هي نفسها حاله الراحه، الريست، فاللي هي بنرجع فيها لصفر، انترا الفيولر وناقص 4 انترا بلورال بريشر. اوكي، وصلت هاي يا جماعه؟ طيب، شو العضلات المسؤوله عن نورمال اكسبيريشن؟ الزفير العادي ولا شيء، نفسهم عضلات الانسبيريشن اذا سالكم، ديافرام والاكسترنال انتركوستال. شو السبب الرئيسي؟ الاستيك ريكويل، المطاطيه تاعت الرئه والعضلات. اوكي، تمام، كم الضغط خلال الاكسبيريشن؟ زائد 1. كم الضغط خلال الانسبيريشن؟ ناقص 1. كم الضغط في نهايتهم بحاله الراحه؟ دائما صفر. اوكي، تمام. طيب، هاي شوفوا، طيب، هذا حكينا عن نورمال انسبيريشن، نورمال اكسبيريشن. نرجع للانسبيريشن هسه، بيجي يا جماعه بحكي لي انه خلص احنا صرنا فاهمين فكره الانسبيريشن، بدي اكبر حجم الثوراسيك كافيتي، فبالتالي الرئه بتكبر فبدخل هواء اكثر. طيب، عشان اخذ هذا الشهيق القوي فورسفول انسبيريشن، بدي استخدم عضلات زياده حتى اكبر الصدر اكثر. هاي العضلات اللي هي ستيرنوكليدوماستويد، عضلات الرقبه والسكليني ماسل. هسه احنا الديافرام نزل التشست كافيتي لتحت، اكسترنال انتركوستال طلع لبرا،
عضلات الرقبه بالاضافه للعضلات اللي استخدمناهم بالاول بيرفعوا تشيست كافيتي لفوق، فبالتالي انا رفعت تشيست كافيتي لفوق ولا تحت ولا قدام ولا الجنب، فهيك بكون كبرتهم اكثر. الشيء هذا بيعمل لي فورسفول انسبايريشن، يعني قدرت ادخل هواء قد ما اقدر. اوكي طيب شو اللي بيفرق؟ الضغط جوا الالفيولاي بدل ما هو ناقص واحد ممكن يوصل ناقص 4، الضغط جوا البلورا ممكن يوصل ناقص 40، بس الفكره انه كل ما كبرت الحجم اكثر كل ما قل الضغط اكثر. هل في رقم ثابت؟ هل في اختلاف بين البني ادمين؟ ابسولوتلي، بين كل بني ادم وبني ادم راح يكون في اختلاف كبير بالارقام اللي بنحكي عنها، وهذا يعتمد على الامراض اللي عنده، يعتمد على عمره، يعتمد على الجندر تبعه، يعتمد على طوله، يعتمد على وزنه، يعتمد عنده كرش ولا ما عنده كرش، يعتمد على مفطر وماكل قطايف ولا مش مفطر وماكل قطايف. اوكي تمام. طيب هس نروح على الفورسفول اكسبايريشن. الاكسبايريشن العادي ما استخدمنا فيه عضلات، تمام؟ الانسبايريشن العادي استخدمنا فيه الديافرام والاكسترن انتركوستال. الانسبايريشن القوي استخدمنا فيه عضلات الرقبه زياده، صح؟ طيب بيجي بيحكي لي لو بدي اعمل اكسبايريشن زياده، يعني انا هسه بحاله الراحه بدي اطلع هواء اكثر، افضل الرئه على الاخر، اوكي؟ بدي استخدم عضلات تصغر التشست كافيتي. طيب احنا قبل شوي عشان نتنفس جرنا على البطن، اوكي؟ تمام؟ صغرنا حجم البطن حتى ناخذ نفس، صح؟ لو بدي اطلع كل الهواء بالرئه، بدي اصغر حجم الثوراسيك كافيتي، شو بدي اكبر؟ حجم ال او الضغط داخل البطن. اوكي طيب كيف بدي اعملها؟ عن طريق عضلات البطن السكس باكس اللي بنعرفهم، اوكي تمام، نسميهم ابدومينال ماسلز. طبعا هم 8 مش 6 باكس، بس هم اللي ببينوا على البطن 6، تمام، بينما هم 8 في هذول كمان. هاي العضلة اسمها ريكتس ابدومينس، ومعها الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والى اخره سوالف الاناتومي هاي اللي مستحيل حدا يطيقها. اوكي واللي طالب الطب بيحكي لك بحبها، يعني اشك صراحة انه يكون جد بحبها، هيك بكون مستعرض بس. طيب اوكي يا هسا عشان اصغر القفص الصدري بخلي عضلات البطن تنقبض، بضغطوا على المعدة وبضغطوا على الاعضاء اللي موجودة جوا، فالمعدة والاعضاء الموجودة اللي جوا بترفع الحجاب الحاجز لفوق بدل ما ننزله، فالديافرام بيرتفع لفوق. اوكي عكس الديافرام كان طبيعته ينزل لتحت، هسه شو عملنا؟ ضغطنا بعضلات البطن فرفعناها لفوق. فالفورسفول اكسبايريشن عمليه الزفير قوي، شو مسؤول عنها؟ عضلات البطن رقم واحد. رقم اثنين الاكسترنال انتركوستال ماسلز اللي موجودين بالربس البرا كانوا يكبروا الصدر، اوكي، او يكبروا القفص الصدري. الانترنال انتركوستال العكس بيصغروا القفص الصدري، فبالتالي عشان اعمل فورسفول اكسبايريشن بدي عضلات القفص الصدري انترنال، تمام، انترنال شو كان اسمه؟ والله اني انا مضيع. طيب internal intercostal و abdominal wall muscle، عضلات البطن و internal intercostal، بينما ال inspiration العادي external intercostal و diaphragm و عضلات الرقبة عشان اعمل forceful inspiration. مفهوم لحد هسه؟ هسه بنيجي على هذا الشكل بعدين، بس يعني احنا شرحنا هسه معظم او الحكي الصعب كله اللي بالمحاضرة، اوكي؟ تمام؟ طيب يلا هذا حكينا على بولز لو، حكينا انه الـ pressure of the gas inside the container is inversely proportional to the volume of the container. حكي فاضي، يعني ان الضغط لديه علاقة عكسية مع الحجم. اوكي تمام. طيب to make inspiration، حتى نعمل inspiration، حتى نعمل شهيق لازم نزيد الحجم. ليش؟ لاني بدي اقلل الضغط. اوكي تمام. ثواني يا جماعه. طيب يا جماعه نكمل. To make inspiration حكيت لكم بدنا نقلل الحجم، بدنا نزيد الحجم حتى نقلل الضغط، اوكي؟ To make expiration انتوا خلص يعني هاي المفروض انت تيجي تعمل قاعد بصغر الحجم، اوكي؟ فمعناها انه في ضغط زياده عكس بعض، اوكي؟ Increase the pressure. هاي الفكره كلها اللي حكيناها. طيب. Two ways can expand and contract the lungs. هسا عشان نخلي الرئه تنقبض، داونورد اور ابورد موفمنت اوف ذا ديافرام لينكثينج اور شورتينج ذا تشست كافيتي. هسا اول عضله عندنا اللي هي الديافرام، عضله الحجاب الحاجز، اما بتطلع لفوق او بتنزل لتحت، تمام؟ اليفيشن اور ديبريشن اوف ذا ريبس والفقرات والستيرنم اللي هو عضله القص هاي، اما بتطلع لبرا او بتدخل لجوا، اوكي؟ فبتشتغل على الانتيريو بوستيريور دياميتر اللي هو لقدام ولورا ولا جنب، اوكي؟ طيب فنتيليشن كومبوزد اوف تو بروسيسز، عمليه التنفس تحتوي على اشياء العضلات اللي نحكي عنهم والضغط. We should increase the volume of the lung by muscles. هسه حكينا inspiration بدي ازيد الحجم، كيف بدي ازيد الحجم؟ بعضلات. هسه
الانسبيريشن الشهيق حكيت لكم استخدمت عضلات فاكتيف بروسس يعني بحتاج طاقه. النورمال انسبيريشن بستخدم الديافرام حجاب الحاجز راح يسحب الرئه لتحت تمام، فالرئه راح تكبر اوكي فيرتيكال دايمنشن يعني لفوق وتحت. اكسترنال انتركوستال مسل العضلات القفص الصدر الخارجيه راح ترفع القفص او راح ترفع القفص الصدري لفوق ولبرا اوكي. فانتيريور بوستيريور سبسيكوينتلي ذا ستيرنم تو انلارج ذا ثراسيك كافيتي راح تكبر القفص الصدري فروم فرونت تو باك يعني من قدام ورا اوكي فروم سايد تو سايد يمين وشمال. فحكينا يمين وشمال قدام ورا. هسه اذا بدي اخذ نفس اكبر اكتيف اوكي حكينا بزيد الستينوكليدوماستويد اللي هي عضله هاي عضله الرقبه انتيريور سراتي عضله هي موجوده هون هيك اوكي بتنزل من هون لهون والسكاليني مصل اللي هم ثلاث عضلات. هذول الثلاث عضلات كلهم ليفت تريبس اند ستيرنم راح يمسكوا القفص الصدري عضلات القفص الصدري وعضله القص هذا كله حاكينه. وين انسبيراتوري مصل كونتراكت لما عضلات التنفس تنقبض راح تزيد حجم الثراسيك كافيتي فبالتالي راح تقلل الضغط اوكي. يلا البريشر الضغوطات الموجوده جوا الالفيولاي شو حكيت لكم اول شيء جوا الالفيولاي يعني جوا الرئه حاله الراحه صفر، حاله الانسبيريشن كبرت الحجم قل الضغط صار ناقص واحد، at end of inspiration رح ترجع صفر. هاي كثير مهمة كثير الدكاترة بحبوا يخربطوا فيها. طيب كم حجم الهواء الطبيعي اللي بندخله على الرئة بالتنفس الطبيعي؟ 500 ml أو نص لتر أوكي. طيب intrapleural pressure الضغط داخل البلورا، البلورا كبرناها من ناقص 4 لناقص 5 أو لناقص 6 أوكي. طيب ناقص 4 لناقص 5 حالة الراحة، بحالة الانسبيريشن رح يصير ناقص 6 لناقص 8. هل في رقم ثابت؟ لا أوكي. طيب فبالتالي during inspiration air moves in ليش الهواء راح يدخل لجوا؟ لانه في ضغط سالب، الضغط السالب يعني قوه سحب فراح تسحب الهواء. gas move from an area of high pressure to low pressure احنا بنعرف الهواء بيتحرك من الضغط العالي للضغط المنخفض، ضغط الهواء الجوي صفر، الضغط جوا الرئه صار ناقص فمن الهواء العالي صفر للناقص واحد القليل اوكي. during inspiration diaphragm pulls down and lung expand حكينا اعاده. بحاله الشهيق الديافرام راح ينزل لتحت حجاب الحاجز فبالتالي يكبر الرئه، لما تكبر الرئة راح يزيد الحجم فبالتالي بيقل الضغط، فبالتالي الضغط القليل داخل الرئة بيسحب الهواء لداخل الرئة اوكي تمام. اكسبيريشن عملية الزفير، عملية الزفير يا جماعة لازم نقلل الحجم فبالتالي نزيد الضغط صح تمام. طيب فهي عملية بوش راح ادفع لبرا، راح اطلع الهواء من الضغط العالي جوا الرئة للضغط القليل برا الرئة. muscles of expiration هل في عضلات الاكسبيريشن؟ لا. فالكوايت باسيف اللي الاكسبيريشن العادي البسيط ما في طاقه اوكي راح اسميه باسيف اوكي تمام، ما في عضلات بس الديافرام والاكسترنال انتركوستال بيرتاحوا فقط ريلاكس اوكي تمام. طيب يا فوليوم ان لانجز اند تشست كافيتي ديكريز الحجم راح يقل فبالتالي الضغط راح يزيد، الضغط زاد يعني بندفع الهواء لخارج ايش لخارج الرئه باتجاه الضغط الجوي. بينما الاكتف فورس فول اكسبيريشن بطلع هواء اكثر راح استخدم عضلات البطن ريكتس ابدومينس 6 باكس اوكي تمام. طيب فبزيد الضغط جوا البطن، زدت الضغط جوا البطن فبالتالي الديافرام راح يطلع لفوق اوكي تمام، فبكل حجم الثراسيك كافيتي اوكي. هذا اللي بصير يا جماعه متى كمان؟ لما نكون ماكلين كثير بطن نقدر نتنفس عشان هيك. انترنال انتركوستال عضلات القفص الصدري الداخليه لانها بتنقبض للداخل بتصغر القفص الصدري اوكي، عشان تتذكرون ما تخربطوا. الاكسترنال انتركوستال طالعين باتجاه اكسترنال باتجاه جيبتك الخلفيه اوكي تمام، فبيكبروا القفص الصدري لبرا. انترنال انتركوستال باتجاه جيبتك الاماميه اوكي، فبيصغروا القفص الصدري قاعدين بيدخلوا على بعض بيصغروا اوكي تمام. muscle decrease the front to back and side to side dimensions by flattening the ribs and sternum. هسه الضغط يلا جوا الالفيولاي يا جماعه بنهايه الانسبيريشن كان صفر صح؟ نهايه الانسبيريشن صفر، عملنا اكسبيريشن بلشنا نصغر الحجم فزاد الضغط لزائد واحد، في نهايه الاكسبيريشن نرجع للصفر لحاله الراحه، فبالتالي المسلتر اللي دخلتهم برد اطلعهم مره ثانيه. الهواء اللي بدخله وبطلعه بالوضع العادي اسمه فايتال اسمه تايدل فوليوم، اوكي؟ تايدل فوليوم هو حجم الهواء الطبيعي اللي بيدخل وبيطلع في المره الواحده. انترا بلورال بريشر الضغط داخل البلورا، نهايه الانسبيريشن كان ناقص 6 لناقص 8 بس هم رجعوا للضغط الطبيعي، اوكي؟ اللي هو ناقص 4 لناقص 5، اوكي؟ تمام؟ بضل علينا هسه بدنا نرجع هاي الصوره بالاول وبيضل علينا شيء اسمه الاناتوميكال ديد سبيس، الفيولار ديد سبيس، وفيسيولوجيكال ديد سبيس، واخر شيء اسمه في شيء اسمه فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش، هذا راح نحكي عنه وراح نحكي عن مرض هون اسمه نيموثوركس يعني 10 دقائق زمن ان شاء الله او ربع ساعه. هاي محاضره طويله صراحه يعني الله يعينكم عليها بس صراحه اللي بفهمها خلص يعني بمسترها.
يا شو هذا، شو هذا التخبيص اليوم مش فاهمين، خلينا نيجي نحلله. اول شيء هاي انسبايريشن شهيق، وهاي اكسبايريشن زفير. اوكي تمام. طيب يلا، ال 760 هي الصفر يا جماعه، 759 هي ناقص 1 صح عشان ما نتخربط، 761 يعني زائد 1، 756 يعني ناقص 4، 754 يعني ناقص 6. اوكي طيب، هذا الانترا الفيولار بريشر، ضغط جوا الالفيولاي. يلا امشوا معي، خلال الانسبيريشن بلشنا صفر صح، ديورينج انسبيريشن صرنا ناقص 1، سحبنا الهواء ودخلناه رجعنا صفر، اكسبيريشن صرنا زائد 1، طلعنا الهواء كله رجعنا صفر. البلورا طلعوا يا جماعه الانترا الفيولار بريشر بصير صفر 3 مرات، بينما البلورا بكون ناقص 4 بصير ناقص 6 وبرجع ناقص 4 مره ثانيه. طيب ليش بنهايه الانسبيريشن ما رجع ناقص 4؟ يعني بالبدايه بلش ناقص 4، ليش ما رجع ناقص 4 بنهايه الانسبيريشن زي ما رجع الانترا الفيولار؟ لانه ما بسحب هواء، كيس مغلق ما بسحب هواء، فبالتالي ما راح يرجع لضغطه الطبيعي. اوكي غير لما ارجع حجمه الطبيعي، انسوا. طيب وهذا الفرق بينهم لو ترانسبولمونري بريشر، اكبر شيء وين راح يكون اذا سالكم بالامتحان؟ في نهايه الانسبيريشن. ترانسبولمونري بريشر اكبر شيء في نهايه ايش؟ end of inspiration. اكتبوها عندكم حال سأل عن شيء زي هيك. ليش؟ لانه انا عندي اعلى قيمه للانترابلمونال بريشر واقل قيمه للانترالفيول بريشر، فصفر ناقص ناقص 6 زائد 6. اوكي بينما لو تحسبوا القيمه هون في اي مكان راح تطلع اقل من زائد 6، ومنطقيا انت اكبر حجم هواء عبيته في نهايه الانسبيريشن لانه هذا اكبر هواء عبيته. اوكي اللي هو بيعبر عن ترانسبولمونري بريشر. وصلت يا جماعه؟ طيب هسه بدنا نروح نشرح مصطلحات جديده، اناتوميكال ديد سبيس، الفيولر ديد سبيس، و فيسيولوجيك ديد سبيس اللي نفسها الفيولر ديد سبيس. اوكي طيب اول شيء اناتوميكال ديد سبيس يا جماعه، احنا حكينا قبل شوي انه الرئه لما نقسمها كفيسيولوجي ما بنقسمها زي الاناتومي، ما بنحكي ابر ولور، بنحكي في كوندكتيف زون وفي ريسبيراتوري زون، ريسبيراتوري بتنفس فيها، كوندكتيف ما بتنفس فيها. الكوندكتيف زون اسمها اناتوميكال ديد سبيس، المنطقه اللي ما بصير فيها تبادل غازات. اوكي اونلي ذا اير ان ذا الفيولاي كان اكسشينج او2 اند سي او2، نعرف انه مكان التبادل الطبيعي للاكسجين وثاني اكسيد الكربون هو الالفيولاي. اوكي تمام. طبعا وايش حكينا كمان؟ والريسبيراتوري برونكيول. الاناتوميكال ديد سبيس هي حجم الهواء الموجود في الرئه اللي ما بقدر اتبادله مع الاوعيه الدمويه، does not participate in gas exchange، يعني مش موجود لا بالالفيولاي ولا بالريسبيراتوري برونكيول، بالتريكيا، بالبرونكاي، بالتيرمينال نون ريسبيراتوري برونكيول، حجمه 150 ام ال اذا بتتذكروا حكيناها. بينما الفيولر ديد سبيس، شوفوا يا جماعه انا عندي 300 مليون الفيولاي، هل كلهم بيكونوا مشاركين في عمليه التنفس؟ لا، ولا نصهم ولا ربعهم. اوكي تمام. طب ليش موجودين الباقيين؟ الباقيين موجودين عشان اذا صار عندي مرض يشتغلوا، موجودين عشان اذا صرت اركض يشتغلوا، موجودين عشان اذا تعبت صرت الاهث يشتغلوا، موجودين عشان اذا احتجت اكسجين زياده والاكسجين داخل الرئه ما كان كافي. اوكي عشان هيك not always all the alveoli are functioning، مش كل الالفيولاي شغاله. فالالفيولاي الموجودين وظيفتهم يتبادل الاكسجين صح، بس الالفيولاي مش شغال راح اسميه الفيولار ديد سبيس. اوكي تمام. فمش كل الالفيولاي دائما شغالين، اللي مش شغال منهم اسمه الفيولار ديد سبيس and perfused with blood، يعني مش كل الالفيولاي راح يكونوا شغالات واصلهم دم. طبعا غلط هاي الجمله لانه بالاغلب كل الالفيولاي واصلهم دم بس مش كلهم واصلهم هواء. اوكي air in this alveoli does not exchange with the blood and is part of the dead space، هذول ما راح يوصلهم اكسجين فما راح يتبادلوا الغازات. alveolar dead space is the volume of air in non functioning alveoli، يعني هي الهواء اللي بالالفيولاي اللي ما بصير فيهم تبادل مع الاوعيه الدمويه. الفيسيولوجيك ديد سبيس اللي هي كامله، اناتوميكال ديد سبيس والفيولار ديد سبيس تحسبها كامله. اوكي طيب موضوع تافه ما بده شيء. يا هسه نروح على شيء اسمه بولمونري فنتيليشن ريت والفيولار فنتيليشن ريت. تتذكروا لما شرحنا القلب يا جماعه حكينا انه القلب بينبض 60 مره بدقيقه وبكل مره بيطلع 70 ام ال صح دم. 60 مره بدقيقه سميناها هارت ريت، و70 مل بكل دقيقه دم بضخهم سميناها ستروك فوليوم. فلما ضربناهم بعض طلع لي اسمه شيء اسمه كارديك اوتبوت، اللي هو كم القلب بضخ دم بالدقيقه صح. اوكي طيب
الرئة فيها نفس الإشي، إشي اسمه pulmonary ventilation rate، معناها كم الرئة بتتنفس هواء بالدقيقة. منطقيا قديش بدخل هواء بكل مرة على الرئة بسميها tidal volume، وكم مرة الرئة بتتنفس بالدقيقة بسميها respiratory rate. نضربهم بعض زي ما صار بالقلب بعطيني pulmonary ventilation rate. أوكي تمام. طيب أو اسمها الثاني minute respiratory volume. تمام. طيب is the total volume of new air entering the lung per minute، يعني هي المهم فيها أنا وحدة بالدقيقة. أوكي respiratory rate per minute ضرب tidal volume، فأنا عندي respiratory rate ضرب tidal volume. بتنفس طبيعي يا جماعة 12 مرة بدقيقة وكل مرة بتنفس 500 ml. ممكن تجيب لي سؤال بامتحان يحكي لي بني آدم بتنفس بكل مرة 600 ml وبتنفس 10 مرات بالدقيقة، بتضرب بعض 10 × 600 6000 يعني 6 لتر، نفس الإشي. أوكي إذا بعطيك أي رقمين تضربهم بعض. طيب ولكن هسه في تريك رح نيجي عليها. التايدل فوليوم شو هو؟ حجم الهواء اللي من داخله أو من طلعه في كل كوايت بريثينج. شو يعني كوايت بريثينج؟ يعني نفس عادي ما ببذل فيه جهد بدون ما أعرف، نفس عادي. أوكي مش هذا النفس، لا هذا مش كوايت بريثينج، هذا ما بحسبه. أوكي والريسبيراتوري ريت كم عدد التنفسات اللي تنفستهم في كل دقيقة، هذا اسمه إيش؟ بولمونري فنتيليشن ريت. بينما في إشي اسمه الفيولار فنتيليشن ريت. الفيولار فنتيليشن ريت هو الهواء اللي بتنفسه في الدقيقة ولكن اللي بوصل الألفيولاي، يعني اللي بيعمل تبادل، يعني اللي بيظل بالتريكيا والديد سبيس، هاي المنطقة اللي فوق ما بحسبه. أوكي فبالأول شو بدي أعمل؟ بالأول داجي أحكي إنه بتنفس 500 ml بالدقيقة، بدي أنقص منهم ديد سبيس. مثلاً ديد سبيس 150 ml، باجي بحكي اللي وصل الألفيولاي بس 350 ml، بضربهم ب 12 دقيقة، ما بضرب كل ال 500، بضرب بس اللي وصل الألفيولاي. أوكي تمام. volume of gas per minute time that reach the alveoli، حجم الهواء اللي بدخل بالدقيقة للألفيولاي اللي بتبادله مع الأوعية الدموية. the respiratory portion of the lung where gas exchange occurs، وهذا أهم من pulmonary ventilation rate. أنا ما بهمني قديش بدخل على الرئة، بهمني قديش اللي بقدر أتبادله. أوكي دخل على الرئة 1000 لتر كامل مش 500 ml. أوكي وأنا مش قادر أتبادل منه غير 100، شو مستفيد على الفاضي هذا كله؟ أوكي تمام. طيب هذا بصير بعض الأمراض، فبالتالي هو يساوي respiratory rate نفس الإشي ما تغيرات ضرب مش tidal volume، هاي المرة مش 500 كاملات، لا tidal volume ناقص dead space. أوكي الأناتوميكال dead space يعني الموجودات بالتريكل موجودات بالبرونكيولز. ف 12 ضرب 500 ناقص 150 اللي هي 350، 12 ب 350 4200. فتطلعوا انا بتنفس بالدقيقه 6 لتر صح 6000، ولكن اللي وصل الالفيولاي منهم 4200، في 1800 ضايعين. اوكي هذول بنسميهم ديد سبيس. اوكي طيب يا هسه بيجي بيسالني سؤال بيحكي لي وات كيبس ذا لانجز اجينست ذا تشست وول، يعني ايش الاشي اللي بيخلي الرئه مرتبطه يعني ما تنكمش. اوكي هذا معنى السؤال. السبب حكينا النيجاتيف بلورال بريشر، مش حكينا البلورا دائما فيها ضغط سالب قيمته ناقص 4. اوكي اذا صار صفر بتنكمش الرئه. تمام طيب يلا كولابس ريكويل اوف ذا لانج، بحكي لي في حالات تنكمش فيها الرئه شو هي؟ اول شيء انه يموت البني ادم راح يبطل في ضغط خلص. اوكي فبتنكمش الرئه. السبب الثاني مرض، هسه راح نحكي عنه بالتفصيل. اف ذا بلورال سبيس كوميونيكيت وذ ذا اتموسفير، اذا هاي البلورال سبيس نرجع هون ليش نحكي هون حكي، خلينا نشرح شرح. شوفوا يا جماعة هاي البلورا حكينا كم الضغط فيها ناقص 4 صح، هي اللي بتخلي الرئة مسحوبة باتجاه القفص الصدري، فبالتالي ما بتنكمش الرئة. أوكي مسحوبة لهون هيك، مسحوبة لبرا، مسحوبة لبرا لكل اتجاه، لأنه الرئة دائما بتحاول تنكمش. ليش؟ لأنه فيها سيرفس تنشن، فيها توتر سطح ماء، حتى لو في سيرفاكتنت بس هي دائما بتحاول تنكمش. أوكي طيب هسه هاي الناقص 4 يا جماعة هي اللي بتسحب الرئة، هل الناقص 4 معرضة للهواء الجوي؟ لا، عشان هيك ما بتصير صفر. ولكن لو انا جبت سكينه اوكي وطعنت واحد فيها من هون هيك ودخلت بالقفص الصدري تبعه هي السكينه، اوكي هل البلورا صارت معرضه للهواء الخارجي؟ نعم صارت معرضه للهواء الخارجي. اوكي الضغط هون سالب، الضغط السالب عباره عن قوه سحب، بصير يسحب الهواء من برا بدخله عبر هذا الممر. اوكي بصير يعبي البلورا، فالبلورا بتصير تتعبى هواء ضغطها كم؟ صفر. شو بصير بالرئة؟ بتنكمش. ليش الرئة بتنكمش يا جماعة؟ لأنه ما في ضغط يسحبها. أوكي فالرئة بتنكمش والكيس اللي حوالين الرئة بلش يكبر. أوكي فبس بشوف صدره قاعد بيكبر كثير والرئة بتنكمش. أوكي تمام. طيب ممكن كمان في حالة بعدين بتشوفوها بتصيروا سنة ثانية، هذا بيشتغل زي صمام،
بصير يدخل الهواء ما يطلعه، فالرئة بتصير تنفخ أكثر وأكثر وأكثر، فبصير ضغطها موجب، فبصير تدفع كل الأعضاء هاي اللي هون، بصير تدفع الرئة باتجاه الرئة الثانية، بصير تضغط على القلب لحتى يموت البني آدم. أوكي، هذا إشي اسمه تنشن نيمو ثوراكس. أوكي، اسم المرض نيمو ثوراكس، نيمو يعني هواء، ثوراكس يعني بالصدر، يعني هواء داخل الصدر، الهواء مفروض يكون بالرئة مش بالصدر. أوكي تمام. الحالة اللي حكيت عنها اسمها تنشن نيمو ثوراكس، في سيمبل إنه الهواء يدخل ويطلع عادي بدون ما تنكمش الرئة. أوكي، وخلص بعدين يرجع يسكر هذا الخزوق اللي صار وترجع تمشي امورنا كويس. او تنشن نيموثوراكس لا، يصير يعبي هواء يعبي هواء يعبي هواء والرئه تنكمش ويدفعها للجهه الثانيه، هذا مقاتل. اوكي تمام. طيب هسه الهواء كيف ممكن يدخل على البلورا؟ سواء من القفص الصدري من برا، وهذا نتيجه ضربه تروما نسميه تروماتيك، او تتذكروا قبل شوي شرحت لكم بيصير بالكورون بيكون في هنا بلب صغير هيك زي إيه زي حب صغير طالع بالرئه بتنفجر، فبصير الهواء يدخل من الرئه على البلورا، فكمان بصير ضغطها صفر وبتنكمش الرئه. اوكي، هذا المرض ايش اسمه؟ نيمو ثوراكس. اوكي، هذا المرض بنشوفه بالكورونا تقريبا عند اكثر من 20% من المرضى، لانه احنا بنحطهم على هواء بضغط عالي، هذا الهواء بضغط العالي بصير يكبر الرئه زياده عن اللزوم، فبالتالي بتنفجر الرئه. تمام، فالهواء بصير يطلع على البلورا حواليها. اوكي، شو حله؟ حله اول شيء حضرت لكم الدكتور اللي كان بالمطار واجا جاب قلم وغزل القلم جوا الصدر للمريء لهذا اللي وقع على الارض اللي غيبت. اوكي، وطلع الهواء كله، شو صار اول ما حط القلم؟ الهواء طلع مباشره لبرا، صار في صوت هواء كبير. اوكي، هذا هو الحل، انك تجي شيء اسمه نيدل ثوراكوستومي. اوكي، انك تخزق الصدر حتى تطلع الهواء هذا المحشور حوالين الرئه، بعدين بتحط شيء اسمه تشست تيوب، بتحط هون تيوب هيك وبتنزله على انبوله هيك بالارض. اوكي، علبه فيها مي، فالمي بيعمل ضغط عالي. اوكي، فتبطل تقدر انت تسحب هواء من برا من البيئه الخارجيه على البلورا، لانه هون في ضغط عالي. اوكي، انسوا هذا مش مطلوب، بس اعرفوا التنشن نيموثوراكس وهذا قاتل. اوكي، كمرض شو فكرته؟ فكرته انه البلورا تصير معرضه للهواء الخارجي سواء من داخل الرئه او من جهه الصدر. اوكي طيب، if the pleura space communicate with the atmosphere، اذا البلورا تعرضت للهواء الخارجي، اوكي اللانج ويل كولابس، الرئه راح تنكمش. اسبابها puncture of parietal pleura، يعني من برا تيجي. اوكي، البارايتال لانها الجزء الخارجي. اوكي، sucking chest wound، يعني واحد تعرض ل ضربه، اوكي اللي هي ضربه سكين مثلا، او erosion of visceral pleura، او انه الخلل صار من الداخل من الرئه من الداخل. اكزامبل، اسم المرض هذا نيموثوراكس، التروماتيك نيموثوراكس، ان واحد يتعرض لضربه سكين، puncture in the chest wall permits air from the atmosphere، يعني صار في عندي جرح بالتشست وول ادى لدخول، ادى لتعرض الاتموسفير الهواء الخارجي للبلورا، فبالتالي ادى لدخول الهواء من الاتموسفير نتيجه لفرق الضغط، في ضغط سالب، الضغط السالب يعني سحب، حكيناها ألف مره صح، فبيسحب الهواء من الهواء الخارجي. pressure gradient and enter the pleural cavity abolishing the transmural pressure gradient، رح يبطل في عندي transmural، لانه transmural يساوي intraalveolar ناقص intrapleural، بطل في عندي intrapleural، فالضغط رح يصير كله صفر، صفر يعني ما في حجم هواء قاعد يدخل، لانه احنا حكينا ترانسبلمونري بريشر بيعبر عن حجم الهواء اللي بيعبي الرئه نتيجه لتغير فرق الضغط. طب اذا الضغط صفر خلاص ما في حركه هواء. So during inspiration the air بعمليه خلال عمليه الشهيق، بدل ما يدخل الهواء على الرئه بصير يدخل على البلورا حواليها. اوكي طيب، will enter the pleural space instead of the alveoli when transmural pressure gradient is abolished، خلاص بطل عندي transmural pressure، الرئه راح تنكمش. So it's unstretch size، يعني راح تنكمش على الاخر فبتبطل تقدر تتنفس. اخر موضوع راح نشرحه قبل ما اموت، اشي اسمه VQ mismatch، lung ventilation perfusion ratio او VQ ratio. اوكي طيب، اول اشي نفهم شو يعني VQ ratio، بعدين نروح نشوف شو يعني apex و base. العلماء يا جماعة دائما بيحاولوا يغلبونا. اوكي، فاجوا حكوا انه احنا اي احسن مكان للتنفس عندنا بالرئه؟ فوق ولا بالنص ولا تحت؟ فاجوا حكوا طب كيف بدنا نعرف؟ اجى واحد ذكي هكا منطقيا، شوفوا وين الهواء اكثر اشي بيروح، فاجوا على بني ادم واقف، هذا البني ادم الواقف منطقيا اكثر اشي دخل هواء وين؟ لتحت. ليش لتحت؟ مع الضغط الجوي. اوكي، مع انه في ناس راح تحكي لي لفوق لانه الهواء بيحب يطلع لفوق خاصه الهواء الساخن، ولكن في عوامل كثير بتأدي منها منها الوزن الجرافيتي اللي هي الجاذبية الأرضية، إنه هذا الهواء ينزل لتحت.
اوكي تمام. فالهواء اكثر شيء راح ينزل وين؟ راح يكون تحت في الجزء السفلي من الرئه. اوكي تمام. طيب واقل شيء بالجزء العلوي ومتوسط بالجزء المنتصف. اوكي هذا الهواء اجحكه طيب، بس هذا مش كافي. مزعج التليفون اليوم، كثير مزعج. مين بعث مسج على 2 الفجر؟ واحد مش فاهم سؤال بعث لي على 2:15 الفجر. ممتاز. طيب طلابي عادي، انتوا ابعثوا ما فيش مشكلة. اوكي طيب، فاجوا حكوا يا جماعة انه احسن فنتيليشن، احسن هواء قاعد بوصل الرئة بوصل تحت، اقل هواء قاعد بوصل الرئة فوق. اوكي اوكي طيب، اجوا حكوا هذا مش كافي، انه هي لو الرئة ظلت تعبي الهواء طول اليوم وما في دم واصل هيأخذ هذا الهواء على الفاضي صح؟ فحكوا انا لازم يكون في عندي توافق بين الاكسجين وبين الدم، يعني وين في دم اكثر اشي وين في اكسجين اكثر اشي. فاجوا حكوا الدم اكثر اشي بالرئة من تحت. ليش؟ مع الجاذبية الارضية، لانه الدم ثقيل صح؟ مع الجاذبية فالدم اكثر اشي تحت. اوكي ولكن اطلعوا الدم بالقاع بالبيس تبع الرئة ماله اكثر بكثير من الاكسجين صح؟ ليش؟ لان الاكسجين غاز، فالجاذبية الارضية مش كثير بتجذب ولا تحت، ولكن الدم اشي سائل، فبالتالي الجاذبية الارضية كثير بتجذب ولا تحت. اوكي طيب منطقيا الدم فوق اعلى اشي بالرئة، شو راح يصير؟ راح يصير قليل. اوكي تمام. طيب فانا عندي اقل هواء فوق بالايبكس اللي هي القمة يعني، اوكي، واقل دم فوق، اعلى اكسجين تحت واعلى دم تحت. شو معناها؟ وين حيكون احسن اشي انه يصير في تبادل للغاز وللدم؟ تيجوا بتجاوبوني انه بالبيس. بعد بحكي لكم نعم هو كويس بالبيس، ولكن في دم كثير بوصل مش قاعد باخذ اكسجين تمام؟ في دم كثير بوصل ما باخذ اكسجين، لان الاكسجين قيمته 0.8، الدم قيمته 1.3، فبالتالي في تقريبا 0.5 دم بيجي على الفاضي تمام؟ ما باخذ اكسجين. فباجي بحكي طيب معناها انه انا بدي اروح ادور على مكان صح في الهواء اقل شوي مثلا 0.5، صح في الدم اقل شوي كمان 0.5، ولكن في توافق بينهم، كمية الدم تساوي كمية الهواء، فبالتالي في توافق. هذا بسميه VQ match، اللي هي ventilation perfusion match. ventilation يعني هواء، perfusion يعني دم. فافضل مكان هو منتصف الرئة. اوكي افضل مكان للماتش، يعني افضل مكان بصير فيه تنفس هو منتصف الرئة. ليش؟ لانه حجم الهواء اللي بيدخل تقريبا يساوي حجم الدم، فبالتالي في توافق بين حجم الدم وحجم الهواء وحجم الدم، فالهواء اللي بيدخل بيحمل الدم، بينما بالقاع في هواء بيدخل او في دم بيجي ما بيحمل الهواء، بالايبكس في هواء بيدخل ما بيحمل الدم. اوكي وصلت؟ طيب طبعا الدكتور معجق كثير وخبص لما شرحها. يلا ventilation amount of gas enter the lung، ventilation وكمية الهواء بتدخل على الرئة، perfusion كمية الدم اللي بتوصل للرئة. أوكي أحسن ventilation وين؟ أحسن هواء وين؟ تحت، اتفقنا. أوكي أحسن دم وين؟ كمان تحت، ولكن أحسن ratio، شوفوا الratio عالي فوق بالapex فما بديش إياها مش كويسة. أوكي فبالتالي في oxygenation عالي بس ما في دم واصل. أوكي waste of oxygenation قاعد يعني في دم في هواء قاعد بتدخل على الفاضي. ratio at the base is low، النسبة والتناسب تحت قليلة، تم طلعوا هون نسبة عالية، هون نسبة قليلة، أنا بدي نسبة كويسة، بدي نسبة تساوي أقرب إشي لواحد. أوكي تمام. ففي دم بوصل ولكنه ما بيحمل أكسجين، فبالتالي waste of blood. هذا البست ريشو وين؟ middle of the lung. أوكي amount of ventilation and perfusion somehow equal، يعني قريبين من بعض. بس يا جماعة واحدة من أكثر المحاضرات المتعبة، بجوز وقفت فيها 3 مرات وعملتها على يومين صراحة، بجوز لاحظت تغير بشكلي. موفقين جميعا، وإن شاء الله المحاضرة الجاية ننزلها بأسرع وقت. كل التوفيق، باي.